طلق على الباب هرع الفناجيني بالطاقة هرع الفناجيني بالطاقة الطالب ريق على الباب حالة حالي الحنتو واخري من حالي الناقة هل واخري من حالي الناقة كل الشباب الحمد لله يا اخوان سكواد كله معك العشر سنين يا اخوان يا اخوان عشان ما حدا يقولنا اي شيء السكواد كله يا اخوان معك العشر سنين السكواد بشيل انصار السكواد الله لا يسامحهم ان شاء الله يا رب الله لا يسامحهم دراما 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 يا ولد دراما دراما قلنا دراما 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 يا اخوان المهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان خلينا نكسب الصلاه على النبي جميعا يا اخوان عليه الصلاه والسلام يا اخوان نبدا البث تبعنا اليوم باول واحد معنا متبند الاخ زيكم متبند 10 سنين يا اخوان طبعا من السكواد الزراب الله الله يكسر ايده خلينا هون تمام يا اخوان نقول السلام عليكم ايز ما عليك انت المهم يا اخوان هذا اول واحد معنا متبند الاخ زيكو هون يا اخوان خلينا ندور لكم على الاخ كتكوت الثاني استنى شوي وينو؟ سكواد بشيلن يا اخوان بسم بالله سكواد بشيلن هون دلاقي زيكو شو اسمه كتكوت كتكوت معقول عند هديل بكون والله هديل بتحط كتكوت عندها والله مشكلة ما حطيت ممكن انا والله كتكوت ما مبين غير يمكن عند البنات بنلاقيه ايوه هاي كمان يا فندينا يا اخوان الاخ كتكوت معك العشر سنين يا حرام هسه البنات يا اخوان بدهن يموتن كيف بدهن هسه شو اسمه وكفندو والله ان انا حزنان عليك والله وك ابراهيم كيفك والله يا اخوان يعني جماعة المحاكي اي واحد يا اخوان بيفتح الحساب عادي انه باي لحظة يكون بالع باند خرافي خزعبلي ماكل قنوة هيك على راسه ما اخذها يا اخوان السكواد كله بدي حسابك كمان تبند هذا حساب خالتي من اللي فاتحه ما هذا حساب خالتي يا اسلام هذا حساب خالتي اللي فاتحه ضل ناقص اخوان معسل يتبند بس هو والله بيني وبينكم يا اخوان انا حذفت يمكن اربع اليوم الصبح متبندين تمام فهو البندات راح تكون يا اخوان عشوائيه هاي البندات شكلها بندات ابو الشيل البندات العشوائيه هاي عرفتوا كل فتره صار يطلعوا لنا فيها يعني كثير ناس علاوني صاحبي كمان برضه متبند زيكو والله بدي احذفك زين والله ما عارف اذا خطك ولا اصدقاء عندي زين والله احذفه نخلص منه صدام من سكواد ما مش على برضه يا اخوان ماكل باند 10 سنين برضه ظلم يعني هذا مش ظلم يعني هو باندات العشوائيه يعني متاكد لانه كلهم اكلوها مع بعض اظل بكون شغلات مشانين ملفات الاتش دي ار يا اما او هاكرات انا سكوادي هاكرات وعرصات اقول لكم كمان والله انا ابوي هيك سكواد بكندره والله عشان هيك شايفين ليش صار لي فتره بحاول شو اسمه العب لحالي عشان بلعب لحالي عشان كلهم مبندين كلها تبندت يزم كلها تبندت شو هذا مع مين العب انا والله حق اللايكات طيب والله يا اخوان الدنيا كلها متبندة وهي هاي شايفين كيف هاي علاوني كمان ماكل باند وهي عمر ماكل باند هذا عمر هسه بيجو اقرعكو 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 عليك ماكل باند يا حيوان قدرت تتفاعل هاكر عشان البنات
وهذاك الثاني نازل يفعل هاكر عشان ياخذ لقطات عشان يظل قاعد بالديسكورد ويظل يفرجي فلان وعلنتان تعال شوف اللقطه هاي واللقطه هاي واللقطه هاي وانا سويت هاي وما سويت الشذيك. يا زلمه سبعك يا زلمه سبعك سبعك والله انداري يا زلمه. الله اشوف فيكم يوم كلياتكم ان شاء الله. تفضل هذا الثاني العري تفضلوا كلها كلها باند 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 بشيلن الباند يا اخوان باند بشيلن في بي ان شو يا زلمه هذول كلهم جماعه المحاكي يا زلمه جماعه المحاكي الله يكسر ايديهم ان شاء الله يا رب. واخ ما هيني فاتح اللعبه ليش بدك الباند الثاني ووح وح امبارح كمان ماكل باند والله الدنيا كلها ماكل باند. بس والله هكرات طلعوا هكرات يا اخوان طلعوا السكواد هكر والله سكواد طلع سكواد سكواد ابو الشلن طلع يا اخوان سكوادنا طلع بشلن طلع هذا الحزين طلع تحميلي ما انا مسميه تحميلي انا مسميه تحميلي لويش مسميه تحميلي فكركو لوي انا حطه تحميلي ولوي المهم يا اخوان ان شاء الله يا رب يا اخوان يعني ان كان ان كان شو اسمه هذا سحرا فابطله. المهم يا اخوان هو مش سحر هم ماكلين باندات ليش ما فيش بان ظلم في بان ظلم يا اخوان ما في بان ظلم يا رب. بس وانا بحكي اكون انا قاعد باكل باند هسه كلابي زلمه كلابي سيف وزم اقسم بالله يا زلمه افتح يا زلمه الاقي السكواد كله بالع باند سكواد كامل يكون بالع باند ترضوها هاي زم سكواد كامل يكون بالع باند 10 سنين شو هذا يا زلمه فضحتونا يا زلمه والله والله يا زلمه وين اروح بوجهي انا قدام الناس انا هسه وين اروح بوجهي زيكو الكندرة زيكو الحفاي والكوزيكو زيكو قدرس كمان صار له غايب تعرفوا ليش يا اخوان طلع بلعب بهكر بلعب بهكر وعشان هيك ما بيجيش الصبح لانه مش دافع اشتراك المحافظ رحت عليه قلت له 1-2-3 قال لي بيستاهلوا ما ولا اي شيء معلم. زيكو يا اخوان ايش صار له فترة مش قاعد بلعب طلع من اخوان الاشتراك خالص عنده عشان هيك مش قاعد بيجي. ابو بكير حبيب القلب اخوان مين مش حط لايك اكو حطوا اللايك اكو حطوا اللايك احنا 200 واحد على البث 200 واحد لا تخوث علينا حدا منكم منفعل شايف حمزه زم كل السكواد كامل وك السكواد كله طلع السكواد هذا شيل والله طلع السكواد طلع السكواد بشيلن يا اخوان انتوا خدعتونا ومشت علينا بس ما راح تمشي على اللعبه انت كل هوا انت جوزك متبند تلعبش مع حكرات والله الباند قهر اه والله يوم ريان طلعوا السكواد كامل طلعوا لك فضحونا 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 ولك والكتكوت وزيكو كتكوت ابو النسوين ابي وان كتكوت اكثر شيء زعلان عليه انه مش راح يوقف مع دو وسوريكي ابو الفلاشة ما تبند سوريكي ابو الفلاشة ما تبند كيف عيد يفهم انا سوريكي ابو الفلاشة مش متبند والشباب كلها متبند اخ يا سوريكي تلعب مع هاكرات تخيلوا يا اخوان قايد كلان تفضل انا هذا كيف تصيح انا حاطه عندي قايد كلان يا اخوان وينه تفضل معطيه كلان ومبند اذا قايد الكلان مبند استنى خلينا نشوف وين كتكون. السلام عليكم بشابشه اذا بشابشه شالوا من جنبه امبارح بشابشه شال كتكوت من جنبه بقول لك انت خلي واحد متبند واقف جنبي لا فضحوني بالبلد اه والله حتى الكلان انت فيه اللي درت تبعه متبند يا بشابشه بامون عليك اخوي اه رجعهم هالشباب على الكلان لو ايش كحشتهم عشاني بس هالمره اذا لك سكواد بشيلن ولك فضحونا طلع اذا هذا قاعد كلان تفضل قاعد كلان مبند اه والله اجيب حساب سرك العب معك ولا بك شيء العب معك اه تعال يا اخوان بس يا اخوان قبل هذا يا اخوان بمناسبه انه فتح كمان برضو يا اخوان سيزن جديد يا اخوان بما انه فتح سيزن جديد يا اخوان ودير حسابك خاص او سوريكي بما انه فتح يا اخوان بما انه فتح سيزن جديد يا اخوان اليوم الفجر فتح طبعا اليوم السيزن يا اخوان فخلينا نربح يا اخوان كم واحد نربح لنا 3 نربح 3 يا اخوان من المشاركات من الشباب الرحيم من المشاركات يعني لو سمحتوا والله يا شباب الشباب بيعمل مشاركات نربح 3 منكم بس يا اخوان بشرط نوصل 1000 مشاركة نوصل 1000 مشاركة ايش في اشيق مالك عصبتي يا بسرعة انا كنت فاكرك ما يركو اخو يا عمري اوف تعال مدار ومعاوية يسدينكم ايوه هيك عدي والله حقي يا ابو الذيابات والله حقك والله انا ربحني انت بدربحك كل شيء
رومان عليك رجع زي سكواد يا عودي ول حزام هكر هذا فرماتت والله فرماتت هسه والله هكر شطاب شطاب زمان الملفات شطاب زمان اسمع انا فتت على اللعبه كتكوت امبارح في برنامج يا اخوان مش ببين اللاعب يعني خلاص اذا اللاعب من بعيد بنطيك فوقي خط واحد قال لي بين نزلوا قديش حلو مدمجه كمان نزل عليه بان يا كن كتكوت ما عليه وش بان نزلنا كنا طارق الدود حبيبي القلب بقول لك خد بالك في مشكله في الام الجيم لوب يعني انت مثلا مع الشركه انت كلمت الشركه هذا الباند شوي وراح يفكوا الحسابات خلال 24 ساعه اي ادم روح كلمت الشركه اي روح قاعد كلمت الشركه إيه ادم مالك يا ادم ادم خليك من البطولات انت ادم اغلو مالا بس شو في كلمت الشركه ادم اذا مالك استنى شوي اول الو شركة ببجي من طرف آدم أنا من طرف آدم السلام من طرف آدم أهلا وسهلا فيك تفضل كيف أقدر أساعدك أغلبك بالله في حساب الأخ كتكوت والله متبند بتبني الظلم بقوله شو رأيك الظلم ظلمات مبدئيا ثاني إيش أعطيني الأيدي لو سمحت سنة حساب زيكو فتح حساب زيكو فتح لا بلعب بلعب شو واحد مبلد اول مره رنيت على الشركه هاي اول مره رنيت على الشركه هاي اول مره رنيت على الشركه فت هاي هاي فتح هاي اسمع قاعد بتقولي هاي فتح شو تخدي افتح لي شير افتح لي شير يا سلطان وديني هاي لا لا خلص خلص خاب هاي كل هاي فتح خلص الو هاي شكرا اسمع بالله اغلبكم والله اغلبكم بس والله كمان في حساب كتكوت يا اخوان بالله انا من طرف ادم من طرف ادم يا حبيبي من طرف ادم طيب خليك معي لحظه لو سمحت يعني والله اسمع هو احنا بدنا نفتحه مش عشان يلعب معانا لكتكوت يا اخوان لا عشان يعطينا الليد الكلان قياده الدبيب مش عشان والله مين انا كولي دربي بفضح ها لا 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 شو تخذوك الليدر نعطيك الليدر يا زلمه خلينا نعرف نحكي مع الشركه شويه زيكو استنى شوي يا زلمه استنى زيكو الو هلا يا قلبي اسمع اغلبك والله حساب كتكوت احنا بدنا نرجع مع انجليزي انجليزي الشركه ما ميركا هلو لا ما احنا عادي ما احنا من طرف احنا من طرف ادم بيحكوا عربي عادي طرف ادم من طرف عادي عربي حاطوا لك موظف عربي من طرف ادم ادم لك 30% ولا 35% يا اخي والله ادم ما يلعن المليح بدر ادم ندم ادم والله ما بحبك استاذ ادم اعطيني الاي دي وان شاء الله شوي بفك لك البان ادم بحبك ادم شرفك والله انا الاسبوع ما لعبتش غير امبارح يا زلمه كيف بدك تفدد كله هاليوم سبب مقاطعة صغيرة يا عمري سبب اي حدا مفعل في بي ان يجيب الجهاز سبب انت شكلك ماشي اوكي وصلت ماشي خلاص مبتلد وشكلك هذا من طرف ادم كمان هذا عميل من الشركه جاي والله بس قطع عنده النت انت عارف انت بمركز ادم الله غالي يا ادم والله سامعك ادم يا اخوان ادم طبعا كايد كلان اس تي 6 يا اخوان اللي ما بيعرف ادم يا اخوان ادم يا اخوان اقوى منظم اقوى ايش ما بدكم يا اخوان بالحياه بيعمل كل البطولات تبعات يا اخوان الدنيا هاي كلياتها الاس تي 6 وما اس تي 6 والدنيا اخوان ادم بس وقطه هاي عملت لك اس تي شو عملت لك 6 ركبت الاكس اي 6 الحمد لله حسابي بخير والله ابو عريب راح فتح حسابه تفقد بحسابه ابو عريب والله طب كيف فتح تقدر اني كنت بدي افوت حساب سوريكي طب يا اخوان بصير اقول لكم شغله طلقني كان يلعب بهكر سوريكي بيلعب هكر كل ما اطلق متمند وش يتبند اذا كنت كوت لو اشوفه بعيني انفعل هكر ما بصدق اذا كنت كوت اهبل بيصير اذا بقري اللعبه كلها مش عندي شهر بلعبش كتكوت ما عادش مشتري دخان تشتري هكر كده اللعبه كلها مش داري عنها اقسم بالله يا اخوان فاتح الليل فجأة قلت انا بتبند لا طلعت اللعبه بفوت شو المفروض مديني بتبند راح اشتري فطور شو يعني يلا يا اخوان اخوان خمس لايك اخوان سبع لايكات لل 200 لايك ضايل ولي يا اخوان يلا 213 واحد 214 ما شاء الله اسم الله علينا يعني يا اخوان والله لا والله همزح كنت قاعد مع واحد بدعم قبل شوي اقسم بالله سلطه ربحني شاركت نزار حبيب القلب والله بس نوصل 1000 مشاركه على الاقل يا ول
والله انا حديت هسه اقسم بالله طلع معاويه مفجر الدنيا معاويه ايوه وايهم ونزار ايوه هيك هيك فجر الدنيا فجر الدنيا يا اخوان يا ابن الحرام زيكو والله فك البند حق كتكوت والله معكم صاحب سرقه ببجي اللي بده حسابه يرجع يتواصل مع مصطفى الاغا ارسل كلمه حلم او دريم والله والله انا فك الحساب معي فايت افوت حساب سوريكي لقيته فايت لحاله انا استغربت بقول مين عمل فايت احمد والله فايت حساب سوريكي بدالي اياه يا اخوان اي حدا بده يفك بند يتواصل مع يتواصل مع زيكو ب 20 دولار استنى شوي استنى ببعث نور بقول لي ايش ذا بلاير كانت بلاي لسه بدي اقول لك رجعونا على المود القديم انا شو رجعوا فهمت احذفه بعد بالمود القديم لازم يعمل تحديث القديم احذفك لا انا يا رب الحزبة مش راضي يبلش جيم من الليل وعمر امي اوريك يا سلطة عمر امي مش راضي يبلش وانت كمان اذا ما هم صح اقدر اشوف نور نور طب عادي شير في جروب مطلقات ولا اضح لجروب اذا من جروب المطلقات روح يا زلمه هسه اشوف لنا واحد مطلقة بدها شيء ضيفني عليه ضيفني عليه جروب المطلقات وين خالي وين امي ما هل امك يا ليان ان شاء الله بشبش زي شو اسمه زي نور ايش وانت كمان بشبش زي نور عادي انا لا يا زلمه حسابي نظيف الحمد لله كلين والله كلين والله بدك تلعب معنا طب دود تعال دود تعال هنا بالديسكورد دود وينك يلا لعبني معك جيمين بس بعدين نرجع نلعب انت عارف انا وزيكم ما نقدرش نتاخر يعني عشان اطعمكم الجوش زيكم بحياه امك اذا مفعل فكنا منك لا لك هاكرات بي الف باي يا غالي والله اقسم بالله لصتك لا متبند يا اخوان اقسم بالله زيدون حبيبي القلب اخوان والله جد بحكي اسمه هسه الحديث هسه يا اخوان هاي في عندي ايهم معاويه تمام نزار ونور والله في كثير والله في كثير يا اخوان صحيح سوى مشاركة فاصل والله هذول يسدينهم والله اقسم بالله طلع حرقوا الدنيا والله حرقوا الدنيا ابو عبد الملك الغالي منور والله هي ليان ليان بدورة منور ليان كده الله اطمنت يسدينكم الله يخلي لك اياها يا رب عمر ريان سلطة فوزني يا سلطة يلا يا عمري حسابي للبيع اشتري لي رقم قابل للتبند غير قابل للتبند والله انت هذا شو قصة الباندات والله محمد اسمع شطبت فيه كمان R2F باندا وكل ستريم ستايم متبندين ان شاء الله يا رب يا رب هذول ترجع لهم مش حساباتهم هذول مش لازم نرجعهم قول لي ادم ما يرجعهنش تواصل معه يا سلطة الو سركت ببجي ايوه انا من طرف ادم سلطة من طرف ادم اهلا وسهلا يا حبيبي اغلبك بس والله في تبعون ستريم سنايب هذول لا ترجعوا لهم حساباتهم لو بتبندوا ادم حكى لك تتواصل معنا ادم انا من طرف ادم ابشر على عيني وراسي انت وادم والله يا حبيبي اغلبك شكرا لك من عيوني بس اعطيني اسمائهم لو سمحت والله كثار بدي دفتر كامل والله بدك دفتر 32 والله دفتر 32 كتكوت قائد كلاني الله يكون بعونك كتكوت يا اخوان من امبارح دمعتهم ما بقتش عارف اعمل ايه حالي وش يا اخوان قد ما قال لنا كلان النميمه انت طارق كلان النميمه طيب يا اخوان اسمعوا شوفوا عشان اكون معكم صريح اول واحد يا اخوان هو معاويه تمام اول واحد معاويه شو دخل هنا في بندات على حسابات عشوائي اللي يبلع يبعث ديسكورد ببجي ويرجعوا هاي زيكو زيكو رنينا لهم هسا احنا على اللايف رجع شوف اللايف رنينا لهم واحنا على اللايف رجعنا ببجي يسافر الله بكل شيء السلام عليكم ابو عريب الغالي والله يا امين انا طلع والله قاعد بطلع يا اخوان هذا تمام معاوية حبيبي كل شيء ويا اخوان ومين كمان شباب عدي الشباب بيقولوا حق المقدمة والله سويت لهم مقدمة والله عملت لهم مقدمة من حرام ارجع اسوي لهم كمان مقدمة والله طب زيكو نزلنا ابو عريب نزلنا ابو عريب ابو عريب سوي لك اشي زيكو خليني نزلنا عمرات سكول هذا نزل معانا قبل هيك والله نزل معانا
ابو عرب سمعنا صوتك مشان الله من امبارح تضربكني بفرد. الطالب ريق على البابور لك ريان. الله يسعدي الريان. كمل كمل روح. اه والله فرجيني بالطاقة. يلا روح روح ابو البشابشيف. ايوه على حاله تلجم ايه عليها كوبرايت. لا لا كنت مشغلها من كنت شو ولا سرينش. ها فوت 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 على حسابك هيك على اللايف. فتح فتح حسابك. فوت مين هو مين هو مين هو كتكوت هسه بفوت لك. ايه فاتح حكينا لك مع الشركه. حكينا لك مع الشركه والله كتكوت كتكوت. اه طرف ادم والله بالطرف ادم اغلو. شركه ببجي يسوي خبر الله بكل شيء. وانش علي ميران صباح الورد يا غالي. ميران تبدي صحيح صوت ميران ميران. بس ميران مش ظلم. ميران مش ظلم يا اخوان. ميران مش ظلم. ميران متبند يا اخوان. متبند رخصة. اسمعها ضحكني بفرد. صرت اعمل لي كفر بعرض اختك. كفر ايش بدك؟ هاي قول هاي قدامك. اسمع معلم معلم. حب انزلها اعلم. يعني انت انت نوب. رمثاوي معاه اثنين اوزي. معاه اثنين اوزي داير فيهم ولا انه يعطيني واحد فيهم. مش صابر على نصيبك قاعد. مش صابر على نصيبك. يا والله تعالوا قب تعرفوا رمثاوي جنس قدامي قرب قربك. راح علي الكل. هو شو دخلني؟ حرب حرب. يلا يلا اسمع اسمع مسيرة. يلا يلا اسمع. لازم نعمل ايش؟ احنا لازم نبش مكان يمين يا ويسار. يلا نقو شو بدك اياه؟ انا بقول يسار عادي. شو رايك؟ العمارة العادية؟ اه شو رايك؟ يلا روح. دير بالك واحد على الشباك. ها على حال مع نفس تويزر مر الف. احنا واحد جوا قبالنا ابلع اخول. ضل شو معي طلق. سلطه 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 شو بدك؟ ارجع ارجع ريفني ارجع. هاني بستناك طوقش. شوت جن. الو معي معي واحد معي واحد. يلا ابو عريب. يلا بوي. والله بوتات والله يا ابو عريب. ما انا معيش طلقه طلقه على البوتات. يلا 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 يلا. في حدا متمني غير كتكوت زيكو؟ بس هسه فتح زيكو رنينا له على الشركه. اه والله وال كيف كيف يسعد دينك ابو عريب. يسعد دينك ابو عريب. يسعد دينك يا زلمه. لا لا مش على الباب مش على الباب مش على الباب. شوفوكم العماره الثانيه يا اخوان. ما تقلقش 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 ما كلكش. خلص اذا ما كلكش ماشي. تقلقش تقلقش. ثانك يو. جد كتكوت البند حقيقي. كتكوت كتكوت ابن كتكوت ابن حرام طلع. يلا 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 ثلاث واربعة ورا الفن. علاونا يفوت فوت فتح حسابك تلاقيه فتح. علاونا يفتح حسابك يكون فتح رنينا على الشركة انا وزيكو هسه. لا والله حقي انا رنيت كمان. الو لا انت موظف لسه على الشركة لو سمحت. تواصلوا معي واني فكيت لك يا علاء. ابراهيم بكر يا غالي منور يا عمري اخوان. استنى بس والله ثواني ثواني بدي اشوف المشاركات بس يا اخوان ثواني. كنت علي لا لا ما قلت ثواني بس ثواني. ايهم ايهم اي ار ايهم اي ار يا اخوان ايهم اي ار.
تمام. ونور ونور حم ونور ونور واحد يروح ريفني بشرفها ورد كل يا اخوان. اي هم ونور ومعاوية يا اخوان. ولسه ضايل كمان اثنين بس نوصل على 1500 مشاركة برجع كمان مرة بسحب. بس هذول سحب؟ اه هذول اكثر ناس عاملين مشاركة والله. طب اعطوا ايدياتكم لادهم وانا تعبت وانا اكتب. أو والله هنوني والله حقك علي. والله انت تكتب ميهوك حبيب القلب تلاقي الخير يا عم. بس انت بتخاف انت بينقل حكي والله ادهم نقال حكي ما هو يفضح عرضه شو نقال حكي ده. يا اخوان بس والله بتعرفوا يا اخوان يا اخوان في في كم من واحد مش حاطين لايكات على البث ليه؟ طيب انا واحد منهم. انت واحد منهم؟ والله بعرف متغير. والله وين بعرف والله متغير. والله عم بس يا اخوان بك وش رايك هو خلص طلع عشان كل اللايف بلا بلا قريبة بس اللي طريقه نطلع فيها يعني. جد تبند والله. اه والله تبندت وسفك والله. فوت الدور حساب سوري كفوتو لقيته شو فات عارف عارف لا يا قلبي عشان اشوف اذا بشوا ولا لا. ما انا نوقت نوقت ما خلانيش لو تلمينا الله لا يسامحه. ما عايزكم ثمانية ول اربعة هذول. ثانك يو. حط الفريق على البابور انا الفناجيني بطل بي. والله اكثروا في ناس عند الريفير. هاي يجو هاي سترين سترين كنادر. هاي هذا جاي. ها هذا جاي فزعة. تعال تعال شوف تعال شوف تعال شوفوا لي هاي سترين سنايب يا زلمة. يقسم بالله انك احسن من من كل قرايب زيكم. مش 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 من ثلثين هم من كلهم كلهم. قسم بالله يا زلمة طلع طلع يا عمري. طب خلينا نروح نهيل زيكو. في واحد بش اه هاي مش عارف طلقنا. سرق الكل اخو. وحشة صرفة وين رايح اسم وين رايح انت وين مفكر هاك رايح بشرة سيارة. كفروني انا كفروني ظهري بس انا يا اخوان انا ماسك هذول اللي هون قاعد بنور فيهم واحد واحد. عليه غير ما عليك يا اخوان طالب الكهف لا عن الجم ربعين هكر. الله جايبنا بكسو ابارين ترمي باللوز قاعد اخوان. هذول ما عندهم مش دم ترى. انا بقول لكم يا اخوان كفروني. يا اخي دقيقه يا اخوان جد كتكوت وعلاونا شباب حساباتكم وش راجعه سلطه ايام نوري يا شيخ. وقع حكينا له هسه وخلنا نرجع البث بشوفه تفكرني بمزح. والله هذا حكى له كتاب اللعبه على الشركه. بس قلنا لهم السبب ليش كتكوت بدي ارجع الحساب عشان نرجع نوقف دوب اللوبي. مش راضيين بقولنا لا خلوه. انا شلته من جنبي باللوبي ناقصني هكرات. يا
اخوان انتوا بتعرفوا ليش كتكوت اصلا ماكل الباند يا اخوان 10 سنين؟ بقول لك شو الشركه مفكرتنا احنا يا زلمه، واتساب ولا ماسنجر؟ رط عقبه دايما طولك قاعدين تحالف. اقسم بالله لا بندك من الصفحه انت يا 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 خرا يا خرا، ما انت خرا خرا جاي تدافع عن كتكوت. روحي يا زلمه حرام عليك، روح يا زلمه. تدعي علي يا زلمه؟ انا شو دخلني تدعي على حسابي يتبند؟ ايوه ساب كتكوت حقه 10 ليرات رويال الباس ساب كتكوت ما انت عنده لك، ما انت اصلا منزل من سعر حسابه. شيلنا عنه الله، وقعتها ميوت 10 دقايق. ميوت 10 دقايق خليها بدهم يتحالفوا. فيش تحالف عشان ماكوش دم، صاركوا سريع بتطخوا علينا وبتوقعوا منا. خلطتكم هو جاي من بعيد السلطة. من وين بعيد؟ قديش بعيد؟ هاي الانمي. طب ايش هذا اللي جاي عنا قاعد بتحل؟ الطالب رايق على الباب. في سيارة ماركت اللوكيشن، ماركت اللوكيشن. زيكو تهيل اخوان ضمن بكره ان شاء الله. طب يا اخوان مالكم؟ لا والله جربت. طب يا اخوان طابع ما حدش معه طابع اشوته؟ لا ده هذا ما اعطوني اياها. ماركت لوكيشن. هذا مش حابين والله عادي، وعزة امي ما تفرق معي. ميران بقول لي مبروك زيكو رجعت الحساب، والله رجع ولا لا تشري يا ميران حبيبي. ناشي هذا قاعد بلوت يا هلا. جابونا سيارة، جابونا سيارة. تفندد تفندد تفندد. مين هو؟ واحد معكم غيب الجيم حبيبي. سلطة انت تروح تلعب فيفا بشرفي. سيارة والله مش معي طلق اخضر. اخوان والله سامحونا سامحونا يا اخوان، والله ما عشان نتحالف ولا نساوي اشي. الباند ببريز مشيلن مشيلن الباند والله دي في ناس وفي ناس بالعمار العالي. طب ما تحكوا جنبي مش بالعالي عندي. طب رمض واحد يروح يهيل زيكو يا اخوان. مواني رايح والله ما بعرف شنو في ناس. خلنا نطلع قدامك. لا تفوت لا تفوت لا تفوت يا عمي. والله رمثاوي شو هذا له؟ بسم بالله صاير يا زلمه. فطول سلطة بالأوبن. هلو تشيله هاي ورشاك يا وحش يا بطل لعيب. اسمع بس دير بالك يكون في ناس. ها اخذني معاك طالب راي البابور. اخويا الفاكر عم الحبيب القلب يا اخوان مش ضايل يا اخوان، ضايل 300 مشاركة بس لل I'm recalling a teammate. للوسي معقول اتمند لاني محترفة. اه معقول ليش لا، انا اتمند من وراك انت ولايفاتك وتحالفاتك، انت السبب، انت متابعينا كل شو لو انت متحالف لي مع حدا. هلا طبعا هذا كيف هرب؟ انا ما افهم كيف هرب.
والله راح لوته زيكو. نزلت؟ طب انزل هون يا زيكو يعني دير عنك. وان هذول راحوا راحوا هذول اخذ اخذ دراجة وراحوا الريفايف اللي هناك راح يريفوا اصحابهم. حلو سيارة فيش فيها بنزين اه؟ معاي بنزين انا. والله حكت كوي روح والله والله العظيم تبشر حبيب قلب الهنوني مايكل الأسطورة لا تخافي لعبك مبين انه احفره. طب هو لو انكم نزلتوا هاي السيارة مايكل رجع في حد عنا؟ تعالوا تعلوت لوت تعلوت تعلوت اللوت ببلاش هون. هيو عندي عندي واحد وين وين هيو عندي ها بعرضكم تعالوا بديش اموت هني. انت شو بتساوي غاد؟ عنده يلا روح تعال اصبر اصبر طلعني قدامك على البلكونة. ليني يا اخي ليني فزعة حذر شو يا عيني ام الربع الفزعة يا روحي حبيب حبيب لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو يا قلبي خابة عمك سكة عبود المشاكبة حبيب القلب عمال يدزوك ابلاغات بالعب العب هم عارف كلهم عم يطيب طب طرق ليك يا مو هيك اي الف طلقه شو بسودك حبيبي اليوم ما كنت بيع حسابك معي 60 طلقة كتكوت ما فتح حسابك معلم ما تفتح ليش يا من التليفون تقول لي ما فتح ما انت لازم معلم تفتحه من البي سي هاي شوف زيكو عمل عمل فنجان قهوة شو بدك بدك هسه برن لك اشوف اتواصل لك مع ادم ما تزون من تفضل ريف ريف تفضل مش راضي متمند احسن ما عايش دمنا والله شباب حبايب القلب بالله عليكم ضايل ثلث ساعة على للساعة بالله عليكم خلينا نوصل 400 لايك والله مش ضايل شيء يا اخوان 50 لايك 45 لايك طب شرفكم يا اخوان والله بالله عليكم مش حاط لايك اعمل لايك حط البرايك على الباب خلي احمد كل دمه ادهم جبت جبت ايدياتهم يا ادهم انت ولا بس مشرف من جولي شيك انت بدك تمام درب اتصل عليهم مصروف جد هسه بجد زم والله وحياة الله زيكو كان متمند زم هذا كتكوت ترامبولين عمر ما كنت متمند 10 سنين وجايتني رساله فتحت 10 سنين ولا شغلت حساب سوريكي بدي افتح لك قد ما زعل قد ما زعل زيكو على السريع راح سكرها وفتح فيفا والله شوي بنجلط انا دافع عليه دافع عليه بلاوي اصلا الحساب كلهم بدلوا ببلوزه وبوت و حسابي لست هباك خلاص يا اخوي في سياره كانه ولا طياره هاي والله بطلت اسمع لي بعد البال هي بطل في ريفايف سكر ريفايف دايما سجل يا اخوات بنادت ما بدري الهي فارقه معي الهي الدنيا هاي ابن الطفايل متبند كلها متبند ولا كرات حد فيش حتى حتى صدام فيش بان ظلم والله فيش بان ظلم الا ما يكون في ملف كل ما يكون اشي يا بري بفعل سوريك والله متبدل سوريك يا ابو الفلاشات مش متبند ولك ولوش هايات والله نفس انزل عليك ستريم سنايب انزل ولا لا انزل شو بدي اقول لك لا محمد اعور حبيب القلب هاي هاي ايهم هاي ايهم كتبوا يا ايهم زم هيو عليك ما تقل دمه ما ادهم بده ياخذ يقول ما ينطق اي دي خطا له يقول لك يا زلمه ما يخبطك ايهم ثلاث مرات سواها ترى عملها والله
انت بموت على الليره ثلاث مرات ولك سويها ولك سويها ثلاث مرات رخيص. اسمع ربحوا مثلا المره الماضيه مثلا ربحوا ثلاث تمام بحط اي تي تبعه وحط الاي تي تبعه ثلاث مرات زين وانا بقول له ما لك يدهم قال ها قال عادي خربطك والله ولا شيء معلم انه بغير اسمه بحط حسابه باسم هذاك وبقول لك شو يا ابن الحرام يا ابن الحرام كشفوا يوم ذكي قال يحيى السيزون 19 في شبان ظلم لا يحيى متبند مش ظلم اي دروب يا سلطه شو عندي عندي اذا انت وين يا زلمه بعدين معك زيكو زيكو طلع قديش بعيد عنا انت اذا نص كيلو بعيد عنا في سياره اسمع بعرض اختكو 10 تشب واحد وراي شايفها كل هذا الطاق علي جيب لي اياهم جيبهم جيب شو تجيبهم وين لعنا ما جايك بالطابه سلطة الحب زمان كثير عنك حمام حبيبي القلب الغالي ندوش هلا بكلام والله كلام فضحونا والله اقسم بالله لا انمي بالضبط انت ظلك اعطي حسابك اعطي حسابك لميران خليه يتبند زيكو اقسم بالله فتحنا عليهم جبهة خاف عقلهم الشباب بس شو عليك بس هم من الاحتياط بس بقول لك ماشيين ثلاثة اطلع برا على البلكون على البلكون على البلكون على البلكون نط نط من عنا نط من جهتنا واحد ورا واحد اطلع اطلع من ناحيتي اثنين نط ثلاث لسه يدينا شفتوا كيف شفت ابو زيد شفت شفت والله فزعه والله تيم اسطوري والله اوعى اوعى تفكر انه من الايام حتى لو انك متمند انه متركك ايوه لا بتبدل طلب انا رجعت بتبدلتش ولك رورو نوري والله شفناكم اخير حنونه نوري والله شكرا حنونه لكل شخص يحمل شعار الاف بي اي لن تحبيك اسا تحبيك تحت اي سبب اي ارض نعم الله خير بس تقول نعيش لا بزبطش لا لا اربط ذاك الوضع مش تعمل ذا البلد انا ودت والله مش بس هو هم هي لو اشير انزل لو انتم ولا فيش داعي في واحد هون هون فرطت دقيقه هو فرطت تلاقي تلاقي محمود مش نقول نحبك نخاف عليك انت بالزاف بالزاف نقول ايش لا قل لا قل لا كيف الحرام والله انا بالمتمند انا بالهاكر اجل هاكر اجل هاكر كنت تحكي ايش معنا باللعبه ما تحكيش مع هاكرات دقيقه يا زلمه دقيقه بعرضك من الباند يبو يزن نضل نركب وراه اليوم انا حاسس انه زيكو اللي فاتح بث يا اخوان سبع لايكات سبع لايكات ل 400 ول طيب شاب شو بده حسابي حكالي يا اخوان شارون شارون اغلبكم ميوت شكرا ايه قدام واحد فوق طب مطلقه لفوق مطلقه مطلقه فوق بس طب مطلقه طلع في واحد هيا تجرب شيلوه عنده بالكراش تبع السيارة الطول بتوسط روح معه خبي عاد بعيد الو زيزتات الو انا فصلت صح؟ شو بندد؟ بندد؟ لا تقول شو فتح؟ والله يا صاحبي ما عارف اني لسه فتح خلص فتح حكينا مع الشركة رد علي سدين والله زلام لا علاونا قال لي ما فتحش صح قال لي انتو ابسط جماعة اللي في اي بي
هذوك اليوم انا وتوسطت معلم ما عندهم مش علي يرن لهم بالجايجو بس يا اي بي يا اي بي الله يلعن التمييز يا شباب بميزو بميزو زيكو عشان معه مصاري بميزو زيكو الله يلعن والله مالوش حظ اكيد فوت شو بده يعمل معي شو نزار اسمه نزار كانه اسمه اي اه زلمه ما عم صاري معي عشان معه مصاري رجعوا له حسابه اكيد كوت لا زيكو بان فعلا انا بلعت بان بس نادين اجت اقسم بالله يا اخوان بس الحمد لله بفضل الله يا هيو يا بلوت بلوت جينا فداي في واحد بالبيت على اليسار طيب اجروزه ولا لا اجروزه كل دمج وين راح؟ ايوه ريلود القرقر يفضح خريفه زي النمس اخوان في واحد كان قريب تعداد الموتى واحد قريب كان واحد كثير قريب كان عفوي يمكن يمكن هون عندي سب ربك ودي هاي قلت لك سعدينا روح سعودي انا ببندوني بطل أيوه هناك عايش ليش شوف فتح لا وين هون سبحنا اللعبه بالهكرات واللعب نظيف حظك بيك ما قاعد اروح اوت زون لا راح يموت هذا الزول فين هالكلمة سقع وجهك الله لعبي بالهكرات كتكوت بس كنا نفوت معك فوتنا سيرفر هكرات هون لعبة نظيف كتكوت كنت قال بوت هس احترفت الطالب رايق على الببور ورع الهاكرات يا بطاسة بقحهم يا ما يا حاني تلحنتور طبع الفناجيني بالط ربع الفان يلا روح روح ابو الزيك ابو الزيك يا باب لا جديد يذكر روح طالع والناس كلهم ولا قديم يعاد السيرفر ما بيشرح صنع يا مريد الفزلا ما وردت اليوم نشمية وما وردت اليوم نشمية هلا 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 ما وردت اليوم نشمية أنا مش سامع ترى من الأغاني شو مالك ولا ورا شو ساعك شو كنت تحكي اسمع في واحد بيقول هيو هيو كيف والله الافضاع عرضه انا قاله علي اللان عطشان وما وردات الميه انا عطشان وما وردات الميه ايوه الله ايوه 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 هلا زيك شكلك معرت الدنيا لا 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 بس ما طلعت في واحد اسمع بعدك شغل اغاني لا لا في واحد تو نزلت وعزت امي باللوبي بعد هذا من بقول هلا هي مكيف سلطه والله الضعف كم ركضوا عليك مش متعودين يشوفوك كيت
لا صورة رقاصة وشوف اللايكات يا عمري يا عمي عمر عيسى بسم الله الله يا هديل هديل حط احببته والله كفو هديل والله هديل هسه جت مي هديل ما معنا هديل هديل مي سهرانة هديل سهرانة طول اليوم سهرانة مي سهرانة طول امبارح لو ايش بتعمل صور هي فاضية الله بل لما اشترت البرنامج كرتون حلبته للبرنامج حلبته ما حد يطلع فوق ما حد يطلع فوق ولا واحد رفع ايش خلاص كنا معنا اسلحة يلا عالدرج عالدرج من عند زيكو من عند زيكو انت خليه قاد احنا هون زيكو انت قاد احنا هون يلا خلاص تقرا واحد بكار زيكو تنفع زيكو الله هاي برا برا هاي برا فوق فوقيك فوقيك دير بالك من فوق يسارنا يسارنا في ناس بسم بالله اكبر مخطط انا للعمليات الهاب تعالوا هسه من جهه زيكو يلا نفنشنا هذيك الجهه خلصنا زيكو زيكو احنا في يمين شريتهم شريتهم والله شريتهم كلهم رب العز السلطه مفكر والله اسمع انا بس والله والله كل مره بقول لهم بس سووا هاي الحركه وعيب علي اذا بصير فينا اي واحد باللمس او بنت ايوه بشاف شفت علينا بابك لاخر اللايف هسه بيجوا معلم ببلشوا يلعبوا لحالهم هذاك بتلاقي طالع الدرج اليمين هذا طالع صح شو زي امي زي امي بتعمل شخصات يلا 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 تعالوا 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 في واحد فوق السطح هذا بس واحد فوق السطح هذا هون هي اثنين صاروا ها واتش اوت اسمع تبغى شو انا اعمل لك كفر لا انت بس تعال معانا تعال معانا تعال معانا معانا يلا روح نيل اصبر والله حظ انه رب الكعبه لا 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 يا روح ارجيك 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 البوت هذا ثاني ارجيك البوت حركته حركته طيب والله خمسة هات هنا هذا النار ارجده انا كمان انا رمى نار هو رمى نار لا 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 اوعى حلو تربك مش عارف شيخ ضل واحد ها خلص اظن رجعته مثل الجرو لكن عليها النار لا فارق زيكو بس خلصوا بعد لسه ضايل واحد ضايل واحد ايوه بعد واحد فاهم بصير افرط تموت ربك اسمع جيبوه هذا سلطه معي بدي اياه دمه لو هذا دمني دم دمجته كثير والله انا بزله اه شفت شنك بقول لك دمر لا 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 بس تمه هذا عود طبعا ده عود خليه 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 بكسو بكسو ها بكسو بشبشو بكسو يلا في واحد غيره بكسو في قتلو اسف يا اخوان مش قصدي يعني في واحد فوقينا ها واحد هي. فوقينا هي. هسه نزل مظلة شاب تعرف يا سيفه بس لعيبة عودي
ضد سفايل صح؟ قدامي استنى شوي استنى واحد قطع عرضك بس خلينا نهيئ الهاي وده سكوب 6 بدك؟ والله اه باخذ سكوب 6 يلا ها وعندي ام 4 انا اذا هذا بده شباب والله انا ما معي ام 4 كمان بس لوتي اوكي ام 4 لا لا مش لوتك هاي صندوق ثاني ما جايكم لوت والله اللايف بس واحنا لعب نظيف ها هذا هو اللعب النظيف يا اخوان بلا كتكوت بلا علاوني بلا عمر كلكم هكرات في واحد على الصاروخ في واحد قريب بوت 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 بلا كت وعاد سانو ما هو ريتاج نوري والله والله حق ال 500 لايك اه والله والله حق ال 500 لايك والله والله كنا مستطيع نوصلهم بساعة 500 لايك صدقكم حي هيدا هذا اللايف هذا هذا هيك هذا يا اخوان لايف معروف في واحد نزل هذا زيكو كو في ناس هون شباب جروبات هيدا الجروزا شو عم بيعمل جروزا وقرقر معهم ترى بطاه ما بيخوفوا طبعا والله احنا لازم نبشره لازم نبشره لازم نبش لازم نبش يمين احنا والله يمين هون يمين غلط والله 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 يمين 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 احسن لنا كلكم معاكم بوات سريعه ايمات نار يلا باي واحد تحت بوت بوت عدي لا عيب في عندي واحد لا 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 من ورا من ورا وهذا الحشرة والله الحكرات وينهم والله أحسن من هذول هذا مش نظيف هذا اللي حاط على مرانجل والله يا أخوان الله يسعد دينكم يسعد دينكم الله وحوش جماعة البث معرب رازيكو احياتي هابط تتوتو من بطح والله نلعن جوزها امه انا جايكو اخوان اخوان انا اسف بدك تسمح لي اعمل كافي لاتيه بليز وان مينت اوكي وصلوني 300 الف شعبيه ول قديش شعبيتك يا ايهاب من طرف ادم اذا من طرف ادم ابشر شو صار معك ابوي فتح حسابه ولا معلم الشركه مدقرب بتقول لك هذا معلم بضل يوقف دو ما يوقف دو شو بدنا فيه شو الامور معصلج اصلا بنت مشتكيه عليه في اصلا فرح وحده فرح واللي بحب خاينيته شباب عندي واحد كلوز حبيبته اشتكت على البنات اللي بيلعب معهن وبندوا له الحساب مشان ما يصيرش مشاكل عائليه هاي كل القصه يا صاحبي قد ما بقف مع نسوان احط البرايك على البابور خليني اخلص الجيم وارجع اذكرني اياها بس بوصلك من عيوني والله كم واحد عندك يا ابو غريب بس اخلص الجيم واحد كلوز حدا سال على هلا 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 شو اخبارك والله يعني وانا على البرنامج انا عارف انك لم تكن انت على البرنامج نص ولا وين ولا عند ابو عريب والله ان شاء الله ايش فزت بالندى ابو عريب وين هون واحد كلوز عندي هون ده طرق اخضر ما معي شو دامك ها طرق اخضر
لا يا زلمه بشو بشو يمين ايه كل معنا الغالي بلشوا النادات ترى الحرايق يا عمري يا اخوان يا اخوان خلينا نكسب بصراحه نبي الموجودين بالبث لايكات والله احببتوا احببتوا شويه احببتوا يا اخوان مردفونا شويه احببتوا والله نكتني شاش بالحرام كانوا دمي انا مش عارف يمين يسار فوق تحت تبش سلطه انك لايك تلعب واحد لك من اليمين ماشي وهذا ايوه هون هذا دمه كثير له وين وين ابو عرض انا عندك انا خط واحد نوك فينش لا مستحيل لا مستحيل والله وحياة ربي كذب هذا يا زلمه وحياة الله كذب اللي صار يا زلمه يلعن ام اللعبه شو ناخرها يا زلمه شباب شوف فزعتك فزعتك اي فوضى يا انا بحاول عليه يفنشوني انا ما اعرف يا رب يا رب يرفع عرض مين بيكون ضل يدب اروح والله حرام يا زلمه وحياة الله انه حرام اطلع اطلع من الجيم اطلع اطلع انا ام اللعبه لا راسي مش امشي لا بالله. حد جديد يتبند شيء طيب حسابي ما تبند ما انت موقف جنبك واحد كان مبند انت بتعرفي ما هو انت بتعرفوا اذا انا تبندت خلاص عندي البي سي والايباد بقول لك بقول لك بقول لك شو اسمه زيكو كان مبند بتعرفي زيكو والله تو والله العظيم هي ارجع اشوف هي اول البث و بقى 10 سنين كمان كان بقى 10 سنين زيكو والله وحياة الله انت وديت حسابي لسوريكي قلت له ودي لي فوت بحسابك بعد ما فوت لقيت الحساب فاتح ريحت انا مع الشركه عن طريق شاب اسمه والله اه والله بس رجع ما مشكله انت بتستحلف ما بصدقك وكحيا قلت بعد سنك شعبيه ما صورتني الصوره ها اسمع هي شوفي اول البث افتح اول بث اول بث مش لما تفتح اول بث بكون ماضي استنبل شوف اجرب من التليفون لانه على البي سي ما بزبط ارجع ما ولا حتى على التليفون ما برجع هاي استنبل اه والله ما برجع لك ما بقول لك استنبل انت فاهم علي مش يكون في هاي الصوره هاي الصوره اللي اول البث بتكون صح هاي ها هاي ها هاي بس افتحي على الصفحه تبعتي من التليفون تبعك بدون ما تشغل اللايف هاي 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 اف بي اي زيكو على اشاره الباند وانت هاي توقف جنبه الباند 10 سنين معبره من سنه انه عندك حساب اشتري اقساط لا رجع رجع انا مظلوم كنت شكل زي كتكوت وعلاوني تشيل هاي بتفعل ما رجع يا اخوان اي حدا متبند كله من ورا بشاف شيل هاكر لا والله سيف سواقيد يا اخوان يا اخوان بيبيع الهاكر ب 10 دولار اخوان اخوان دققوا هالقصه بدي اسوي فيكم هالسلافه تمام امبارح اخوان فتحنا الار بي اول يوم الصوج الصبح تمام معسل معسل معلم فتح الار بي تمام انا اروح بدي اجيب اللبس الثاني معلم فعليت العربيه تبعي معسل صار معلم لازم اعلى مني كل ما اعليه معلم يروح معسل شوي طلط وانا هو ساكت شوي تحسبه ولا بكلمه يروح اعليه اعلى مني تمام بعدين يطلع زي بعدين اسمع بعدين انا قبل ما اروح انام كنت اعلى منه ب 2000 راح اسمع صحيت الصبح لقيته شاف 19000 بحري شكل معسل 40 العالم وابتدي شو واحد فات بروفايله هلا علقتني بروفايله كان فايت 1001 دقيقة تخيل هاي تصوير لوريك وين نزلت انا وين نزلت فصلت ظل رايح بي لحاله ليش تفصل شباب عشان تسكت ما فصلتش لما سلك جرب لما تبدا تعال تعال يلا ند ند
تعال مثابت ما احنا حكينا نيد والله حكينا نيد ما شفته دمشق وكم معقول انساني ما خرب لك لان الله لا يعطيك العافيه اسمع عمري ما نسيتك تشوف واحد ببناية سكول اسمع 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 وال الدمج جاء رجع اليوم على المدينة عندك عندك يعني عندك الموضوع يا وحش يا عمري يا صار هذا عمري لا هاي عمارة ابو هدير ايش هذا النيل اي في ناس وين طلع يلعن تعريس امك اذا بتعرفوا تلعبوا يا زلمه روح انقلعوا ضح خالاتك وكلهن خالي خالي والله صففت لك اياهن كلهن يا ولد والله قلناك كفو يا زلمه بس المشكله ما هم خرب بدهم يفنجوا شو معك زي كنت انا اعطيتني دراج لوزي ممكن تشرح لي اي ام فور وش اسمه اي ام فور يا اخوان 18 لايك زايد 500 ول لا لا كذاب كذاب والله صورتي بداية اللايف جابت شو صار اه والله ضد البال اذا ما هو والله ما هو لعب يعني يعني والله ما هو لعب يعني في واحد قدامي معاي صاحبي قاعد بطخ عليك بطخ بتفنش زي الحمار فايت ليش طيب اذا منين ليه والله انت لاعب امانه بحياة الله يعني هسه فلنفرض انت بحرب انت بحرب انت بحرب تمام واحد قبالك قاعد بطخ عليك انت بتروح بتطخ يا زلمه على واحد ميت يعني مش فاهم عندك انت حمار اذا حمار حمار ما فيك عقل 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 ايوان انت ايوان بس اطلع على العالي تعال تتربش على العالي يلا طقوا علينا يا اخوان والله والله بقهر يا اخوان والله انه بقهر يا زلمه يعني شفتوا كيف فايت بس بده يفنش اه والله ده زعزع هاي زعزع هاي بيت خمسه والله ابو عريب في واحد فوقينا ها لما انت ايش ابو زيك اذا بموت راح افضح ها لا لا زعزع العالي ما فيش خمسه بيها هذا جد عندي ناس الله يوفقك يا رب هاي زعزع اخوان هذول بشوري والستريمر مشكلة لكم معيش طلق مشكلة بس بالستريمر بس مشكلة فيش طلق قولي على الستريمر مش مشكلة مسامحينهم عندكم ناس انتو؟ هذا بين مين؟ هذا بين نينجا حلوة 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 يسعديني والله قطعت لك السلطة يسعديني شو مقصود؟ وانا مكتني وراي انا قاطع نفس لا ابلع واجيك انا ضيق قديش في ناس اسمع خذ خذ لك سيارة خذ لك صاروخ اركب صاروخ انا محوطين محوطين عشان خلص ابلع واجيك لحق فنش فنش جبنا لك وين اول البث تكلمنا عليه نرجع لمستوى الطبيعي تبندنا امبارح عشانك واحنا مفعلين على البث تقول وين I got supplies. زوزو هايات. ممكن ديسكورد. ديسكورد شباب ديسكورد ضغط ديسكورد اعطوه الشب. لا. هيا دقيقة. ممكن بنتي تحبك ولك انا بحبك يا زيكو.
يا اخوان ها مش شيء اللي معلق بالحساب وكتاب الله سوريكي والله يا سوريكي يا فيش تحبني لا 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 تفضل اعطيتك اياه لا لا مس حط عليه برايك على النار مع مع الالف كمان هذا انت ابو عريب اه اسلولو يلا نم التفسير الثاني على اليمين معذبه صح هاي لعيونك بشبشه يلا 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 واحد اثنين ثلاثة روح بريم معه يا سعدي ها شو هذا؟ منين اجى هذا؟ هذا التيم طلعوا طب هو كيف شاف ان انا نطيت له من فوق من هون ابن الحرم؟ فكر شو منين اجى هذا؟ ما سمعت صوته بالمرة انا سمعت صوت واحد نطيت وجهك وجهك لا لا لادلب انا سي اخوان جيم ويند انت ليش الطباب والله مو ملك ممكن نرتبط بيه بالمية لو انك طلعت معنا بالمدينة كيف لعبنا اول جيم ايوه انت بقريب انت كنت مريح فتره صار تقلب انت من لما تجوزت قلبت ولا حق ولا بقى وين والله علق معي ظلوا باشي بال لك بقريب زلمة لك جاي تجي على اللايف لسه بوري تويا تويا قسما بالله ترى انا زعلان منك ترى انا سمعت حكي انك انت كنت تحكيه والله نخره طلعت طلع بفرجيك اه والله نعمل دراما بس خره لانه اوكي استنى مسج ببعث له كمان مسج كنت ببعث له كمان مسج تبهدله بدك تحبيني غصب عني مرة ثانية حابة احكي لكم اللي ما تبند ما بكون نظيف يعني كتكوت شو قصدك وسخ؟ طول عمره نظيف لا يا اصيلة لا يا اصيلة 10 لايكات 500 بدي افضح ام اسمع لا ترني علي خلص خلص عشان لايكات ال 500 تو كان 6 عادي مشي لك حط لي برايك على البابور ارعى الفناجيني بيكو حجزت انت ولا بعدك؟ وين؟ اي شو وين؟ في مباراة؟ مش على اساس مسافر على دبي؟ براس السنة؟ لا جمت شبشب ان شاء الله ان شاء الله يا صاحبي كنت تروح راس السنه انا بدبي مش عارف يعني يومين ثلاث انا والله بعد ما انا مقرر تشوف عدي خوض علي قشر تكون دبي هاكاك نزلنا عدي انا دبي انا يا واشنطن وقت اخوي احمد انو وورك لا بس انا بيني وبينكم يا اخوان تضامنا علشان اللي بيصير بالبندات تبعت الببجي استنى اخونا عدي شكله راح اجيب لك حلاوه وسمن بلدي كستنا كستنا زاكي كستنا بالشتاء وفي كستنا عند دارف زيكو قصده على الغرفه الثانيه اوف شو ولك زوزه فقعتك بتقول لك على الغرفه الثانيه هاي غرفة ثانية ما بعرف انت بينك وبين هاي الشغلات انا ما دخلنا هلا خالد لا تبتدوه خالد الجهماني حبيب القلب منور طبعا يا اخوان بدي احب اقول لكم اخر واحد على الطيارة هذا ستريم سناب وصلوا ساعتين بالبث زيكو معاك النزل زيكو يا ابن الحرام اه باي ما انت صاحي صاحي آه. انا معاكم بالجيم اكلنا خرة والله ما انا داري مع مين النزل ما انا انطلتك اياها نزل زيكو اه بتهيك زوزو يا ابو الغرف ما المقصود باب الغرف ممكن توضيح؟ صح احنا مقسمين الديسكورد غرفة سحر في غرفة اسمها فيفا في وين اوروس تبع السكرمات في غرفة مع مع الحياة بتكون احلى غرفة سحر احلى شيء اه لا انت فيه اي ارعى الفناجيني بطاسة انا دايما ما بنزيني اعطي خرا عليك سبقونا متنا متنا مين سبقك والله غير اول واحد تنزل يا رجل وين نفس المكان من الصفر لا هي اصيلة يا
شان عقدكو الو ديكو شو بالك ديكو وحش ابو زيك سمي لا علي الدهر مال ترى علي بس مش كل طيب مين يا اخوان والله اقسم بالله ما بعرف من نط من هون انا والله ما بعرف انه نط من هون يا اخوان والله ما انا شفت انه نط من هون واحد على الله ايش هي الخوت سيد ربك كباري بس والله بحبك والله بتحبه ولا ايش 10 10 انت امبارح كنت تحكي لي انا بتهوي شوي اه والله بكل خير طبعا كنت تحكي لي اه الله بعرف لما حطبت كبار الله بعرف متكبر والله ليش هذا اذا مزيك اقسم بالله احنا داري ما بطخ علينا اصاباتنا خافش خافش ريب ريب عندي الموضوع اذا ما راح ينزل ريب انت خلص عندي مو عارف وين انا بالضبط اذا انا ما عارف مين بالضبط عارف وين انا الله يفعني كفو 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 حبيبي كفو من هم ايش نسميهم جماعة كتكوسة ذول تحيات الكبير اكبر بدأ اللعب بدأ حمص حبيبي بالله هيك 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 اسمع هيك بيشوفوا بيساووا بشو اسمه خلص خليني محترم هضل بس محترم بس بس محترم بس محترم بس محترم يا اخوان اللعب بدأ له الشباب بتبدين احنا رايقين احنا رايقين عادي اسمع عادي ما عادي عندي والله لا 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 يا زيكو والله اخذ حقك خلص والله والله الله يسعد دينك اقسم بالله اني بركن عليك يا زلمه والله اني بركن عليك انا يا زلمه تخلي حمص جندر على الكلان هذا جماعه الاي تي ار يا اخوان يا اخوان نفهم طب ليه ليه قد الناس هيك بتكون مقهوره احكي لنا بالله ليش يا هيثم ايوه ها يسعد دينك هذا الحكي اللي بدي اسمعه اه والله اسمع اقسم بالله لشينو ما هي انا الله يسعد دينك اذا اقسم بالله اني بركن عليك زلمه كل اصلا جاي هاي ترى بيد ستريم سنايبر ابن الحرب اه من عارف من عارف صار لهم كم من يوم دائما بضلهم ينزلوا منبلحهم بوكسات فشكلهم معلم حزنانين شوي شهيد منوره بينزلوا على مهركو ابن الحرام ما ابن حرام ما انت هي قلتها طبعا مين بتشرف يا لهون اعطيني بوسه بالله عليك تعطيني بوسه اعطيني بوسه هيثم هيثم هالقد شو لطيفه ترى اه والله لا مش زعلان والله عادي حتى شفت قلت لك انا محترم ما راح اسب عليه يعني عادي اذا انه هو مبسوط يا اخي عادي خليه ينبسط انا بيهمني اسعاد الاخرين يا اخوان انا ليش فاتح لايف مش عشان اسعاد الاخرين اه والله صحيح اذا هو هيك مبسوط بس بروح عند الماما تبعته بقول لها ماما ماما بكست سلطه اما بتقول لك يا حمار مالك شو اللي بكست سلطه شو سميك على التليفون انا يا سلطه شو مصدر السعاده يا عمري حدث ولا حرج واسمح الناس اه والله مشي وعم تدلع وعليها الكل بيطلع اها انا مش مرتاح لزيكو مين هو؟ زيكو ولا عندي مالك صوت انا مع المستوى نزار نزار بعث لهم الاي دي تبعك نزار نزار بعث الاي دي تبعك لادهم حط لي برايك على البابور واحد هون يا عدي واتش اوت وين؟ اه ايه ورا 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 وشاف شبوت هضبوت وده لعب ده لعب بشقني شقه نوقه ورا تخبو تنقلع اضكو اضكو على الزاوية نوك 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 الاول اقسم بالله يا ابو جي واتش اوت عدي يلا يلا هنا جاي واتش اوت زلمة ايه والله انا لعيبة ولا بوتات في واحد وراي ماش موت موت هاي قدامي ابو عريب بالله عليك هاف الشيت انا بركنا معك ما ايش غلطت
نوك نوك ما يشطلق هني سيارة واكا زيكو شوف تبع ريب اخذوا كلي ما سلطة هلا شو هذا اللي سويته بالمني ما اصبع شغال في انا شو دخلني افك تعرف واحد او عرفت تعرف واحد اسمه عمر مصري لا هذا الانبوت يا هذا بيجيب لي السريك هكرا هذا هذا بس يقول السريك ابو عمر وكثير كان يديو معه السيرفر والله كان يصور ده والله قلت يعمل كان يصور ده اعطينا اعطينا شوي طلق اخضر ابو زيك فاك احرضك اذا هالقد ما اعطيني قديش معك طيب والله بس هذا الحظ قدامنا قدامنا ادري شوف سرقوا كلي كلاب انا وقت واحد ما اجاني كله مش نظيف اللي معاك والله يا سيف وانه مش نظيف انا عارف سعيده ولك سعيده يسعدينك سعيده سعيده ليلتنا سعيده سعيده بحياتك هذا معنى اي تهالو اسمعي هذا شارون شوف لنا حل معه هديل مين هو؟ شارون رحلة مثلا من البث كله يعني شارون انا بدي احترم عشان شو اسمه لا تطلع تطلع طبعا ليه بطلع هذول تحالف بطخه لو انا مش فاهم يعني والله ماني فاهم انا خلي لي هاي عمري اسمع بدناش تحالف بالله عليك انت شايف البندات والله سبعه كمكس والله سبعه كمكس شايف البندات اللي بتصير يا اخوان بالله عليكم بدناش نتحالف بكسو بكسو من مكس مكس لمكس وقول لي بس تلمك بس بصاحبه اذا بشو تحالف وين هذا تخوت تخوت هاي مبطوح هون مارك ذا لوكيشن طفوا مايكات اللعبه مشان الله تطفوا مايكات اللعبه والله يا اخوان بطل اللي يوقف عليك تدري الجهاز عليك على الماوس مشى لعب على الماوس مشى بتدري قديش ضل معك طلق بلوزي ممكن اعرف ركبش الطاوه سدينا وين بشاف شراح؟ والله بشاف شوف في ام 7 هون بشاف شعب الميوت بس هي بعد لقت لقت هيني موجود موجود لقت لاق اذا حرام ميكس طب ليش يا ميكس؟ ميكس انت اذا انت الله ينعن جدت ها هاي 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 بش صفوا قدام صفوا قدام يا يعني بالله عليك بتصفوا بعيد هاي ما ظلهم بنفسهم هاي تعالوا نزل تعال تعرف ليش؟ لأنك مش زلمة ولك أنت مش زلمة إنك تيجي تبش أنت مش زلمة معك دم؟ كريت انت يا وحش ربك أسعد أستريم سيبر هاي أنا مع سلطة استنى شوي استنى لا تطلع برضه هسته نيت نيت انسى بعيد على شوارب نيت خليني خلي نسيت نيت على الدرجة ها هاي بحضنه هاي لا هاي بحضني أوه. بحضني بحضنه هاي بحضني شكرا رايبني هلبطر ما عليك بس والله لذلك مليح تعال انا بدي احطك بعقلي انا بدي ارجع العب لعبي اعتزلته تعال لقيت مليون ها اطلعوا له لا استنى شو استنى زيكو 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 بديش اسمع حسو زيكو ما بدي اسمع حسو زيكو لانه هو واقف على الدرج هون
شفت؟ خلي خلي قاعد بقول لك خلي خلص. ايوه زد زد كمان كمان زد. ايه هذا بيقدر يرجع يزوكم سن اصحابه. فنش فنش بس 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 بكسو 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 بكسو. ايوه بس يسدينا زيك رضاكاش تمطط انت زيد البطريق. طل دمي يا ناس ورانا دير بال. دهيل دهيل دمي دهيل دمي دهيل دهيل دهيل. اسمع لوم 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 الجيم لوم اباريب تحت السيارة جابي. هاي هون على الزاوية ايوه يسعد دينا يسعد دينا اللي مشوا بالسيارة اخذوا التلة. ما معيش دم. لا قلنا تفاري تعال تعال في شوبين كون طي الشوبين قدام هيهم قدام على التلة هذول. شو شعوركم يلا شو شعوركم وانتم تتبكسوا يلا شو شعوركم زي زي الخرفان زي تتبكسوا يلا شو شعوركم. هذا دم وطلقة ايه هذا دجاج بالكمبرين دم ولا كنابر كنابر ولا كلهم كنابر ما اعرف ولا ابد ثم ما فيش تخرب الجنب. اخوان هو في حدا حاط على راسنا ايش احنا؟ عليه الصلاة والسلام يا غالي. لا تعرفني اسمع اسمع انا بدي اقول لك شغلة طلع على اليمين غاد في 20 واحد 20 تعالوا مش تعالوا هلا وقفتني ما كنت بعرفه واثنين تحتيك واربعة على التلة. شو كمان؟ اخوان اللايكات طب قول لهم حطوا لايكات. شو رايك برا التحالف؟ ابو عريب ما انا بعطيهم معك وما فيش هذا غيري. لا هيهم طخوا عليه شالوا 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 شالوا. شوف انا نعرف الصح الواحد يعرف راسه من الجري يا عمي ما صوتش اذا ما انا نفسي اعرف شغله عدي ببالي نفسي اسالهم تعامل اشي انا لا يمكن بوزع لحدا منهم شعبية بصير اسألك سؤال بالضبط يعني احنا ليدر ايش يعني؟ ليدرنا انت انت مش كبيرنا اذا معلاونا علاونا كل كلان ورجعت حساباتهم ايش عدي احكي لنا انا والله رجعت لك يا عمر وين حسابي ما رجعش طيب انا ابني البطل اثنين نوك يا اخوان اثنين نوك لا 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 العب فايت العب فايت طبيعي حرام عليك والله شقيت لانه بين قال والله شقيت ورا شقيت والله عدم طلقه دمي انا او بس كنت فنش والكوت علمه كيف بتفنش وبوكسات وقدام اصحاب وقدام كل حدا تفنش الله يسامحك اداء مرعب اداء بخوف ما عدا زيكو طبعا لانه مقطعين لا والله زيكو لك كل وقعهم تحت هون ولك والله فرضتهم فرض والله فرضتهم فرض تم طلق بسم بالله لو زيكو اصلا احنا يمكن هسه ميتين يعني انا حسابي ما راح ترجع لي اياه ابو عزة امي بي واحد عدي مكبر على الزاويه يجي طخ علي مباشره انا عشان اشتاقوا لك ولك عشان اشتاقوا لك علاونة هاي عمر رجع وبربر رجع وبنادول رجع ما فيش غير انا وعلاونة ما رجعناش ما انا بقول لك ولك عشان يشتاقوا لك عبين ما يشتاقوا لك تمام تمام اسمع احمد جربت في الجهاز رصت اللعبة اطلع حطيت خروج هسه فتحت الجهاز انا المفروض اجرب معناته مش ظلم انت مش ظلم قافة بالبيت السولو الله يسامحك
هذا سولو يعني؟ عندي بارد. عندك كلوز؟ اه. بطلع البيت اه؟ حاول اشيله من هنا. هاي في واحد اوبن هون دير بالك اوبن؟ اه اه ورا ال شو اسمه؟ العشب هذا 10 بطخوا علي الو اسف حكوا علي يا اخوان انا اثبتت سيارة روح زود طق لهم خلهم يلحقوك بدي اياك يلحقك والله بيجي في يلا تعال قابل عليكم لايك كات وشكرات يا حبايبي العنبوط ميسي الطالب رايك على الباب ابن اللعيب بالك في اثنين وراء تمك وال سعديدك تحياتنا لحمود انا بديش افتح الاولى الطعم يعني انت ما الطعم احنا كنا الطعم اقطع عرضك اصالة شيف صايرة محلاتش وما صغارك انت نفسي احب وتحب انك ما تموتش كمان برضه يعني مش عارف انا عنكم يا اخوان يعني هو انا يعني انا مش عارف انا وداي ما انا بعرف انا ضربته طرقم ما شفتنيش صرخته طرقم معلم بس على الفاضي 1 2 3 4 1 2 3 4 ارفع راسك يا ثور بيي والله كانت شوي بس اسمع ابو عرب الزون والله سبته هو بالهواء حرام يلا روح زون يا كلب يا الله حرام اه يا جبريل اه يا زيكو يا زلمة شو وصلنا 600 لايك يا زيكو زيكو ول يا اخوان اخوان ول مالكو يا اخوان الله كفو والله حق اللايكات والله حق اللايكات يا اخوان شوية مشاركات مع شوية لايكات يا اخوان امورنا بالسليم بنصير انتو يا عبير شفت انا ما بكرني غير ميكس بودي لي حاج اسمه هون وانا كل مرة الواحد كان معه اوم منسى يا زلمه احنا بنلعبش احنا اي شيء بنلعب فيه مسدسات يا زلمه اه والله اقسم بالله بشوا علينا ولا واحد فينا معه دم طب عرب اوعى تفكر اني عارف وين رايح انا اسمع سيزم ما ضلش غير باللعبه اسمع في سبعه بس غيرنا والله كم واحد كانوا اللي قاعدين بنطوا هنا فورا؟ نعم شتي كل ستريم سنايب خلصوا وان جد يعني هسه كل واحد حاط راسه بهالشاشه زي الاحمر بستنى فيه يخلص هالجيم عشان ينزل الجيم اللي بعده لو حبيبتي حول الليل الماضي ضحك من السرين طافش الحمد لله ينال هلا والله ينال منور يا غالي على مدار في رويال باس ولا ما في شيء اه والله والله كنت قاعد اسمع طب كملهم كمل لك كمان شوي انا هي ورانا 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 سمعت طلع مني بدري اه من هذا بكره هو
في واحد قاعد يبندج فوق عندكم. في واحد قريب قاعد يبندج. ايوه بسحب فوق. وين فوق؟ والله صوت واحد بسحب. فوقينا فوقينا شكله. ممكن. والله بعملها. او جنب السيارة يمكن على الجهة الثانية. هم انه هون هو في مكان ما. يا قدسي يا نفائح نفسي فيك ليلي وهمسي. سلطان الاسبوع الجاي ناس العب عريف تنزل معي تنسوره. اه منزل والله بعريف. طب عريب اه هذول كانوا معنا الكيف. اه والله مش هذا مش التحالف السي فور. والله لا افضل ما انه لسات الكيف بها بالتعب. نعرف عنك انت ايضا طب كل اسكت يا عاشقة بي طيب مش معك اسكب على صحبتك سحرك خلاص لا يهمك ونينة. يا ابن الحرام وين ابو القروزة؟ انا على اليمين طلع بالماكلرن ما بعرف السوام. طب تبع البيت انا ما جانيش كله. امك يا زلمه شو هاللعب اخوان كيف زحف هيك بسرعه؟ طب لا حاضر بدي اقول يعني مقلش عندي شكله كتكوت هذا كمحل. كيف كتكوت؟ انا بعرف الهاكر اللي جبته جو علاوي مش صار 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 طعن انا استورتك وبلقطتين جبت مش طبيعي تمام انا خسيت اسحب سلطه فوق السور قلت والله الزبد هو سوري كل هاكر ما تبدلش جماعه ابو عمر سلطات بتلعب 1080 ولا 2K؟ سلطة 2 هون اه 2K واحد بالشباك هذا وواحد بالبيت هذا في واحد ورا الدروب هذا ما خمسة بالحياة ايش بتطلع ضعيف بش نقول ما بصوت شو اخي هيلت كتكوت مفعل رباني والله انا لازم داري كتكوت والله اسمه وقفوه طوط ثاني فكروش يا اخوان بنادوا الشركه قد ما بضلوا واقف باللوبي بقول لك انت فاتح لنا اياها تجمع ممتع باللوبي بعرف اذا ضايل كم واحد هو اربعه غيرنا. طب اسمع بتعرف انه انا ما جانيش كل تعرف انه هذا الكل اه هذا هيوتو صح هسه قتلته كم مره اسمع هي ابو المكليرن هناك هذا كو سرق المكليرن تبعتنا وراح شو وضع بندات اليوم والله ابو جاد بشرن هسه اسمع الكل رجع حسابه اللي مش مظلوم بس زي كتكوت معلم لانه مفعل ما رجع كتكوت بس بتعرفوا ليش فعل لما كان الاب بطولات هو معتاد شوي يا اخوان كان يروح كانت تقول له هي لا فعل هو هديل اخر فتره هي احسن مني طلع لورا الدروب اه ورا الشجره
خليه حرام والله. احنا هسه كذا نفوت الزون. بس منوق واحد من اللي بيجي. طلع وينه طلع وينه طلع وينه فوق. يا زلمي نعن امك على ام اللي بتبعك. شو خلص لك نور يا مرحبا يا هلا من الاصل ونجود. اسمع 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 انا باشا تحت. ها يلا انا وياك ترى. واحد اثنين ثلاثة روح. هاي شالو استنى شوي استنى. просто он прав не запрет. سدينك يا زلمة. هذا هون ورا الصخرة اتوقع. سدينك محمد عبد الملك منور يا غالي. بس انا هذا هون ورا الرج شكله مش ورا الصخره. اخر مره شفته ورا الصخره انا. لحظه ابين لك اياها. هاي ورا الصخره. خذ. طلع تعال. يا عمي السيرفر لما يكون نظيف والهكرات متبنده صدقكم والله حبايب قلبي صب بالله يا زلمه. طب اللايك حق اللايكات يا اخوان يا والله حق اللايكات والله حق يا اخوان. تعرفوا يعني يا اخوان 14 لايك ل 600 لايك يعني معقول مش قادرين نوصلهم. نور سبع جدتك انت مش حاطه خالتك. طيب براش مش حاطه لايك ليه عدي؟ اسمع انا طالع بس اقسم بالله من منبري هذا اذا ما رجعت حسابي والله ما انا مسامحك. والله ما انا مسامحك والله ما انا مسامحك. يلا ولك زيك ابن الحرام عندك 11 كلمه من وين جايبها من ظل انت وميت بكير. والله قصدك سماش غير الموضوع غير الموضوع عدي لا تغير عدي يعني انا كنت درى يعني بحكي عدي بس بدك اذا والله ترنيت لك تواصلت لك معهم قلت لهم انا من طرف ادم. طرف مين؟ طرف ادم. مين ادم؟ ابو عربي تبند بعرف ايش طلعت اللعبة والله انه انا خلاص لا يا زلمة هو لا يا لا هذا حسابه هذا حسابه مدافع حرام. طب علاوني ما هو دافع 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 رويال باس انا دافع كمان. يلا السلام عليكم مش مسامح كوباي ميكس دا ميكس ميكس ولعبش مع بشك حي الله. اسمع بالله جيب خلنا طعمه جيبه اسمع بدك بله بدك بله ها واطرده دقيقة. اسمع سكر له مايك اللعبة سكر له مايك اللعبة سكر له مايك سكر له مايك اللعبة يلا سكرت لك اياه. اوفت هلا طيب بيطول عندك اللعبة لتفوت امراض شو؟ بيطول امراض اللعبة عندك لتفوت اه بالسيرة بعمرها ما كانت هيك. تعال على اللوبي معي هلا بدهم ينزلوا لنا ستريس بيحضروا حالهم ممكن ديسكورد يمين كم مره صار معطي فيها. خلص خلصتوا يا زيكو؟
واحد شاف ولا واحد شاف. اوف 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 تفتحش مسجات يا اخي والله هديسه. شو دخلنا يا اخوان؟ والله انا زني زيكم يا اخوان. ها نفتح والله عادي والله ما يفرق يعني. ها اي بنت طفشانه بدها تيجي سناب. ها اخوان اسمعوا اعطيكم السناب تبعها كلياتكم. طيب يلا يلا يا اخوان كلكم تضيفوها. بجيب لكم سنابها وانتم تضيفوها كلكم. مين لا يسرط صوت عرضك؟ شو البت سناب يسولف. بقول لك هاتي هاتي ابعث ابعث السناب تبعك عشان نضيفك. كنا كنا هسه كلنا كنا بنضيفها. وش ده وش ده الفقار؟ ايه انسى ما بشاف شي راح يدلي هم مقبره ولا مين. يلا يلا يا اخوان والله غنى المصد. اي سب 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 بدون سناب بدون سناب. هيا 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 KSII 29A. يلا يا اخوان كلكم يلا دقيقة خلنا نضيف. يلا KS دقيقة دقيقة بس اقول لك KSII 29A. يلا كلياتنا شباب ما في KSII 29. ولك إيه؟ غلط 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 مش ملاقيينك. لا لا اسمع استنى استنى شكله انا كاتب غلط. والله صح وانا مش ملاقيها. لا انا كاتب غلط. 29 اي هي اذا ما اسمها لولي. لقيتها من التوتر كنت كاتب. هلا يلا يا اخوان روح دقيقة مش دقيقة. طبعا هسه راح تنصدم من كمية الاد اللي وصلتها البنت. لا 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 يسامحك يلا تكتب لهاش من طرف الغالي عدي زمل. انت شو بدك تبعثي لها؟ انت بنت ايش بدك تبعثي لها؟ هل انت الوان؟ هل انت الوان؟ اذا كي اس اي اي 29 اي زيكم انت مش طبيعي انت الثاني زيكم. محضخرني الله يجزيك الخير يا اخوان. انا عشان مش قلت لكم عشان ابسطكم ولا بعد هاللايف والله دارايكم. فرجونا ستوريات تاعها ما عندهاش ستوريات. استنى شوي خلنا ابعث لها اقول لها هاي نظفتك هسه نشوف شو يعني. اقسم بالله بكل الشفافيه راح نكون معكم احنا. شكلها حذفتني من بعد ما وصلتها كميه الاد. لا والله عمر ما شفت الشفافيه عن الشكل. طبعا شو صار؟ خلاص يلا نبلش احنا الثلاث. ثم ما بدي اعرف وين. طب زين وين راحت هي وين راحت؟ يا اخوان شرط انها حذفتني. اي بس حذفتك حذفته لك كلها بعد اللي صار يا اخوان. والله انا والله والله انا حذفتني حذفت السناب. والله حذفتني. اوف اوف شو هذا في سيارات وشغلات وصلتني. اوف هشكلها على اللايف غريب والله. لا يا زلمة مستحيل. الله عدينك زلمة ستشوفه اذا هذا صاحبك بسلك لك زي هيك عمرك لا تنسى. شو صاحبك بسلك؟ والله شكرا والله اقسم بالله حذفتنا يا اخوان. الله ينعم. اقبل لانزل عليك هالتهديد. مين؟ نشوف هاي شو هاي برضه كمان سناب. سهد. يلا خلينا نشوف. سهد كل شيء اخضر سناب.
هاي كمان سناب شات. لا عندي يا جرح. كم نحتاج من أن من ايش؟ ادهم ما يخسي مدهم مايك اللعبة. ايش هذا؟ لا يمكنك استخدام هذه الميزة الان. انا 10 20 وعن جمالك هذا وتويا وتويا على الصدام وتويا وتويا يا ابو الشلن وتويا يا ابو الشلن ولا وتويا بحكي هو يا اخوان. في حدا بيطعمني انا على البث؟ بحكي بقول لك انزل على ماير سكول. هو في زلان تيجي على ماير سكول، هو في ظلم تيجي على ماير سكول. يلا احنا دوس كواد بس مش مشكله. هو زيكو هسه بدل عن ابو زيكو. كيلو سمرا جيمنج بتحبك، بتحبي العضلات اللي عليه. طيب نموت نموت يا حي الوطن يا اخوان. ولا اي نوع من انواع السلاح موجود هون ولا هون ولا هون ولا هون. متنا. لا لا بحياة الله جد يا اخوان جد. انا معي فرد واحد بس مش طلقات بدون طلق. طب استنوا شوي العديد هيك معلم. اذا هيك خلص خلينا نترك الجيم ونطلع منه لانه هاي مش منطق. والله يا اخوان طلعوا نقول هاي كله ولا اشي بيه. شكل الهاكر رجع. ترى انت معكوش اسلحه. ما في اسلحه. هيبوت 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 هيبوت. خليه يدخل خليه يدخل خليه يفوت. اشيله خليه يفوت. معهوش سلاح خليه يفوت ويحمل سلاح. البوت معهوش سلاح؟ لا هيو هيو معاه معاه معاه. تعشيله تعشيله. ما قلت لك خلنا اشيله بتودش علي. فنشوف 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 شو معه. وين؟ شلتهم. ادينا. شلت واحد هون مصدق. اخوان اخوان طلق 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 يو ام بي طلق يو ام بي. فاهم في كثير طلق يو ام بي. تعال تعال تعال. هاك هذا كل معي من البناي. طب خذ هذا معك. طلع شوت جان. طلق شوت جان. خذ هسه بعطيك. خذ هاي نص. هذا يلا نجوزك. يلا بتترافق علي طبعا. قد ما بحب تموتن تموتن على شو اسمه.
اخوان في جيش بالعمارة اللي جنبنا جوا. طخوا طخوا. باكل كم باكل. تويا معاك بالجيم. إذا ما عليك كوندرتيز شو يعني تويا يا زلمة؟ تويا بعرف يلعب تويا يا أخوان. تويا إنسان ضعيف. فكروا لا. شوف بالله لا. الله لا خلي النار. لا لا لا, لا يا زيكو يا زيكو يا زيكو الله ينعم. اللعب طبعا. بس هاي خطة إذا هو شوف. تحذير لأوتار. يا ترى جهنم رينا عن اخت اللعب. رجع رجع لورا رجع لورا رجع لورا راح يرموه. لا فيها شيء تيربو هذول جايين من برا ايضا. انت اعطيني قلبك يا عمري انا اخوان. لايكين لايكين شفت هاي كان هسه تفلشنا. والله لايكين لايكين ل 600 بس انا انقذت حياتك يا خرا. اه والله والله بشولك شو هذا بشولك ما تشفي شو كذا والله ولك صدق. هاي وطن معادي بأس وهذا معان داري يا زلمه اقسم بالله كل اللعبه ما حاسس انه هاي اللعبه معناها يجي يطير سلاح. طب بس تعال اعطونا سلاح وروح ول شو هذولا؟ بشو؟ وانا انا وقعت اثنين انا وقعت اثنين بشو بشو هذول؟ اقسم بالله اني مانا طبيعي والله مانا طبيعي ولا كنت ولا كنت ولا كنت طلع كيف كنت وقعت اثنين هذا ما مين بطخ؟ هاي انتهت سيد سيد سملاوي هيو تويا وينو؟ هاي تحت تويا تحت؟ نومه منطه؟ لا ما تسويش اي حركة غبية عبين هسه بقول لك زيك اقسم بالله بتبعر هذا لا والله لا اسلخ الطعم على البث المباشر لا لا بعرضك تويا بعرضك لان الطعم ثلاثة مكبرين على الدرج بيستنوك من عارف كنابر من أبو مهم ولا من أبو منك إلهم كنت رجلا تعال بش لا تظلك مكبر ولا كنابر كنابر كل كنابر كم من أبو بش بش مفكرين حالكم تعرفوا تلعبوا تعبش تعال خليني مرة بس واحدة أقول عنك زلمة والله صعبة صعبة والله بكسو بكسات بكسات ولا أوتايا شايف كيف شايف 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 تعلم ولك تعلم من عمك سلطة ولا تعلم دور السلطة الله يا عمي نحن لا نستسلم ننتصر او نموت تعلم تعلم حبيبي تعلم عشان تعرف مين احنا وكيف شلته شو كيف شلته استنيت وتخلص فرق الشوتجن تبعه لما يجونا نفوت له كالو تويا قال هلا هلو هلو بزك لازم بعجبك في السوالف ليش ما طلع بالنزيكو ولا شيء هاك اظن حي الله ايش مشي حالك عشان منتجة خذيها خذيها منتجي خلينا نعمل على طاية لقطة مع انه كثير عامل عليه لقطات اخوان انا ما ضلش معي طلق الله يعني ام هالطلق وشو يخلص بسرعة هالسلاح خلني
اخوان طلق تومسون اخذ ال طلق تومسون فيه. تعالوا تعالوا معي تعالوا تعالوا. حاسس انه في واحد مكمبر جنبنا وحياة امي جد بحكي. ما ايش الشذا؟ تعال 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 فوق كم لود يكون ها؟ فوق فوق معناته تعال افتح هذا والله فكرتك تعالوا يا رجل والله انت مش عارف الشيء اللي استلع والله ما والله ما انا عارف الشيء بس بدي اقوله والطلق اخضر طب اعطيني طه هاي كل الطلق الاخضر اعطيني طلق بني يلا والله ما معي ولا طلقه والله ما اخذت ولا طلقه يا زلمه مين اخذ هنا ابو عريب ابو عريب والله معي ام 7 وشوت جن ما لوتت وها بدك سكوبات سلطه خاف خاف يرجع ينزل عنا هون خاف شو هيو بلع بلعت لك يا بوكسات من بلع بلع القاني بعد يومين قدامي والله يا حرامي نبكي حبي تعال تعال وين بوش ما شوت جن هذا كان والله هذا بصحنا شوت جن لا يفجرنا وضح من قدام لحظة كمان واحدة واحد اي 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 على اليمين اسمع خلي بوكسات 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 ما يسمى انا ماشي 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 يسمى هاكم هاللوت وخلصت من اللعبة معك يا رجل ايه سمع الطلق اخضر ايش بدك طلق اخضر خذ هاي طلق اخضر انا سمعت قداش بتشيد الف وين تعال تعال انا انا باشر وينه؟ اي بوت هيو فات عليهم قتلته ولا يشيلوا همه انا باشر يلا الله يلعن اعمى مين اللي رمى ام النيل؟ اسمع ابغى ارجع لك اضيف وراك انا اسمع راح ازت ايوه كفو عليك مين رمى النيل بس والله مش والله ما هو انتو انا 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 لا لا من الشرنق تربح سلطة ورا غالي تبغى تشمحه طيب ضرش مع طلق يعني طلق شو هذا آه طلق اخضر نعم ميكس يا ميكس يا اخو 66 يا مخرع على لفت يمكن عن تعريس ام لعبك على ام اللي بخليك عند تعريس اخت عليك لان والقرى يا زلمه اذا فك عن صدورنا يا زلمه كلنا خلينا نروح نلعب جيم يا زلمه عن ام اللعب اذا بموت منه قاعد انا يا زلمه يفضح ام اللعب تبعك وشو خرى يا زلمه احذف وجهك زيكو زيكو احذفه من عندك زيكو احذفه بس والله كنت حاطه حراج والله ما بضله يا رجل قال اللي بيحترمك يا مكس والله والله الحق على اللي بيحترمك يا زلمه اللي بيضيفه كمان يا زلمه طبعا خالاتنا يا زلمه ديليت وين بجيب لك اربعه بقول لك تحالف وبقط برضيت شفنش الجيم الماضي وتحالف ويا حبيبي اخر شيء بيطلع بقتلك شو بقتلك بيجي بوقت غلط فاهم واحد صار له ثلاث ساعات يا زلمه بيلعب 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 بشيل الدنيا كلياتها بعدين زي
صار بده ف... يعني لازم تبلع كمان مرة طاوة. بالله عليك جاوبني، لازم مرة كمان مرة تبلع. او منوب 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 نازل تبلع، نازل تبلع كمان. منوب نوب، ما انت نوب. نوب لانك منوب. نعم منوب. زيكو الجيم بيه من اوله. فكري شريد وسكتو قلبي شريد، ألقاني بعد يومين. زيكو 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 يا خرا. زيكو يا خرا. يعني إذا ما إيش بتكاش تلعب معايا عادي احكي لي. ترى لا بديش، بس هيك على احراج. انت شايف الجيم؟ مش شايف كله سرب ستاب ولا اسمع. الله لا يجوك لو بدك عند. اسمع اسمع، امسك يا سيد بن اي ها. يا حمودي ما هلكوا، احبك عبد الله، اموت انا عليك. خلص الجيب بالحاويات. والله اسمع، بس حطيت حاويات انت كله بطل حاويات، شفت؟ فكروني بالضرب. لا والله ضيعها. تبغى يا مش طبيعي يا سطا، انت كيف فتح كل الجيمات؟ اذا فوت على سيرفر موبايل. بس ما هو معنا مالوش مصلحه، مالوش مصلحه، ما بلطش معنا يا عم. ليش كذب؟ فكر حاله نازل يا زلمه على 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 ما بضل ينزل على البنات. اذا بضل ينزل على البنات وبينبسط على البنات. ستكس باك بيقرا عنده قلب. والله طبعا بعده ليش انا بالحديد مبسوط. بنزل لي على تاتسو وعلى مش عارف مين وعلى هاي وعلى فلانه وعلى داري يا زلمه. بلعنا او بلعنا من هسه. وفلق سلاح، والله سلاح والله. تعال تعال. ايوه تعال مسدس. I got supplies. انا اطلع افرم لكم اياه يا معلم. ما تتحملش معي صح؟ قاعد مسدس بتقول لي والله لو مسكني مليح مع بايزون. قول والله اصبغت. الله طبعا يا جوك بالبايزون. هاي بي لاعي بس قاعدة تنزل. الله لا باخذين. طب في مجال انه اخذ البايزون؟ طبعا. او اي سلاح بطخ. حساس ما خلينا ناخذ بدايات كان باذن الله. صار بده ايه كيف معلق قدامنا تحتينا. بدي اخذ البناية هاي انا، بس هتترك العالية. خلنا ناخذ جيب لي لول. هاي في بوت. بوت فزك فاضي يا خل. هاي البداية نفس البداية نزلنا عليها هذيك. هاي في بوتون وضي. Mark the location. نبي طرق اوزي. معي 80. ما طرق من مرة. 14 طرق اوزي. طيب روزك بدوة المدينة المائية. ليش يا مكس؟ ايش ايش يا مكس؟ ايش فيه؟ ان شاء الله تبلع. هاي يا اخوان مين؟ هاي نور. سلموا عليها يا اخوان، اللي بحب حدا يسلم عليها بالتعليقات. سلموا على نور. تحياتنا لنور. ولا عمر امجد هيات والله يا غالي. محمد سمع انا دولار اللي موتك امبارح يا منوب وقاعد تشتمني. وانا كل واحد بيجي عليه بيقول لي انا شتم بخلص ان شاء الله بتجيب وين. ماشي
نلقاني بعد يومين يبكيني بدمع العين يشكي وانا نارد وسمعت فكري شريك وسكت وقلبي شريك نلقاني فولوج 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 تكتب فولوج اخوان انا بنزل بفك بيانات اي حدا يودي لي 1000 دولار طب تعال بش تعال بش على العمارة يا اخوان تعال تعال يلا يا اخوان الله شكرا في زلام ما في زلام تعال احنا نبش دقيقة لحالك ترى اثنين ها؟ اثنين هذا حصل بالثالث الباب الثاني طب خلنا نفوت على الثاني استنى 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 لا تفوت لا تفوت لا تفوت اسمع كل واحد اكل طلقة دينا على ابو اللعب شلت تبي يسعد ربك يسعد دينك كل واحد اكل 13 طلقة يا زلمة 14 اي هذاك لو ما يشوفنا يخزوق راسي هسه صهر بهرب ولا تقلق ولا تقلق وين الدي بي اس اه حبيبي اه حجة ها شو جبتي؟ شو حجة أحب أنكشك لازم والله ما تقدر دمك I got supplies هاك بدك طلق اخضر انا ماي هاك انا فيتي ايش ماي ماي خذ خذ معي 60 بدك خذ هيك هاك خذهن بديش اياه معيش بس له هاك هذا هاك هاي هاك هاك وخذ كيف معك يعني والله I got supplies انك مظلوم فكرة زي ابو عريب انا يا زلمة والله ابو عريب لعبك تراجع والله وحياة الله بتراجع ابو عريب تراجع زلمة شو بينا ابو عريب والله بتراجع وين ابو عريب كان يا زلمة انت ابو عريب تدري علي فدي لك الجيم بجيب 20 كل امبارح كم مرة نوقتك بالمسدس بس ليش ما قدي بتلعبش لعيب يا عمري يا دولار والله والله ماشي طب ايش اسوي قول لي لا علي يا اخوانا دولار قول لي حبيبي شو اسوي طيب ممكن ممكن اعرف اسف انا اسف انا اسف حقك علي يا اخي ايش بدك كمان احكي لي شو بدك كمان بص التوبه هلكني انا دولار انا دولار يعني اقصد بالله تسألني اسم اخوك شو اقصد باللعبة بدر بقول لك قاعد تشتمني ما داري انا زي الحمار ما براسي حياتنا لو الزيت هاي بلعب دلي الله عارف انك راح تتنور هاي بطلع والله ما انا شايفهم وتفكر شايفك تطخ عليهم عزتهم ما بدري بركي بشوا بركي صاروا زلم وبشوا اه بلا ابو حبيب قلبي منور والله جبني دفعين واحد Thank you ما انك توكل الهدات هاي كلها وما توقع شنب خلونا داري ثلاث شو المعارض وطايا شو بتستنى سيكو غلبك والله ريف ريف يا طيب يا دكتور دكتور بيا الم هاي في سيارة على الجبل شفتها يا عدي هون مارك ذا لوكيشن تكليك اتنوصف حالتي صعبة كنت خود محمد الله كلو برجع شو رأيك بالشات بتقول انه تو هاكر وبعرف البان انا والله ابوك بعرف شو بقى.
ابو زيك هم جايين يدش علينا اذا بتحب تجي معانا خلينا نسال بالراحه فيه. ايوه ابو زيك هم بس مبدئيا بعد الله صراحه كل ثنائيه ودكتور الدكتور اللي تعرف الكل مرض. هلا 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 تعال تعال هلا عيونك عادي قرب الزيك هاطل قلت هاي الزلم هاي بشيت لا والله ما ببشرهم هذول زلم هذول جايين فموش شنو شو مريوما مريوما مش تبلع انت كمان ولك يا عدي تعرف الكل مرض ايوه مأكبات نوصف حالتي صعبة هاي لبسة السيزم هات جو جاي جو هات جو جاي صح اردك زلم اشكر التحالف رطيت له بابا اللهم ضربوا تحالف تحالف هذا تعال تعال مين هو هذا انا بتدري جو شيله كويت كويتي هذا هذا سعد ربو اذا ما هذا زلم انا بحب الكويت يا اخوان للاخر بسم بالله كيف يلا ضد الجبس ما ضلش فيها تعال امسك فوزيكم خلي واحد يلوت ولا مخلي واحد يسوي زبطت يا استباب بس بدك هاللايف اقسم بالله ما هو طبيعي لا معي شي شي تعال يا بتعلك شي بالهواء اسمع زيكو زيكو خذ الباقي وروح قوة الله قبل ما يجوا الشباب بكون انت ايش امورك طيب روح يلا والله بيجي فيها لا تروح معي يا بارب لا خليني معه داي لانه لقى لا لا تسمع روح لحالك ايتشوت ايتشوت خلص ما في داعي اقول لك ايتشوت اقول لك هاي بوش اوبن ولد خلاص ولد ولد اخوان اخوان ولدت طب ليه ما يبشوا علينا؟ طب شرف وقت انك شايف مليح هذا هاكر هذا هذا بطلع القرآن انك ككر مليح هاي في كمان لاج كمان سيارة جاية ها بدك تكون طلع هاكر تعرف تكونش انت هاكر اخوان معنا ابو شرف هيك كله وانا بضلنا ابش عليكم يعني انتم بتعرفوا وين انا وهذا يا اخوان والله يا زلمه داري يا زلمه ايوش هايات ايوش بس ربك علقت ايوش بالوقت الصح شو هاي السيارة جو؟ طل 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 الحرق الدنيا بشا مين هذا طويا؟ طلقة دمه بدك تنسي آدم طلقة بس لازم بشو معاه ناس ثانية إذا ما هي دم طلقة هاي المنوب بش المنوب يا منوب يا نوب هو ما يطابق يا رضا ما يطابق يا رضا ايه وقعوه وقعوه زيكم انت انت لا 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 عدي والله جاي رايب ايه ما فيش
محتوى روح جوا 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 لا 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 ورا بس هذا مثل هذا لعب لعبة وقت حالك كان أول ولا كيف تشوف منك لا حي طبعا الوضع زلمه يلا اللي بعده اللي بعده شباب يلا وما بحبش يلا يا شباب اخوان اللعبة ليها ملك واحد سلطة بس بس بس, بس سلطة الملك حياتنا سعد دينك لا لا يا زلمه والله يا زلمه هذا هاكر سلطه بلغوا عنه بندوب بندوب والله ما انت طبيعي سعد دينك مناوب يلا يلا اللي بعده اللي بعده شباب يلا يلا يا اخوان بدي اقوى من هيك والله يا اخوان والله اقسم بالله يا اخوان وكنت شفت انكم ولا واحد فيكم بيعرف يلعب والله لما بحلف بقول لكم ولا واحد فيكم بيعرف يلعب صدقوني والله والله ما بكون بكذب يا اخوان مناوب مناوب اخوان مناوب اخوان بدي التعزيز لابو موزه انا بديش اعزز بدي التعليقات تعزيز لابو موزه لابو موزه بدي اياها اخ بس والله والله السلاح عليها ملك واحد يا اخوان تفكر حالك ستريم سنايب وبتعرف تلعب تعال يا اخي هاي الدفعة الـ 12 هاي الدفعة الـ 25 يا زلمة اقسم بالله زلمة ذات ولكم مش قادرين تبشوا علي يلا يلا اللي بعده اللي بعده الله يسعد دينك انت والله اقسم بالله انك انت ملك يا زلمه انت يسعد دينك الله يسعد دينك طب صارت طفشه
والله هذا كذا كلمة من عزيك. اكو يلا 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 بدنا زلام. زنبوك بيخلصوش هم مشان الله يا زلمة. يلا يا زلمه ويلا بشو عمل لي فيها ظلم. بشو يا زلمه بشو مشان الله بشو يا زلمه بشو ولا واحد فيكم زلمه. يلا يلا خايف تبلع كمان مره خايف تبلع. بشو كثار بشو كلياتكم. انا بقول احسن تبي سيارة تهت تقدر تترك هذا الطق علب دقيقة خلو عيط. هذا شو تتيك بالسيارة سيدينا بدناه من هيك او من هيك. اول مره بشوف واحد عليه كل اللعبه بيجيب كلات ولعيب. والله انا عارف شو بدي اقول لكم يا اخوان اقسم بالله. انا بقول خلينا نروح نلعب ماريو خلاص سكرناها هاي المشكله هني شايفينه فاهم. حط طابه
ما باقي كسرين كل شيء زين. هاي الوتش هاي قبل ما تطلع بالسيارة شو بنزين تلحق بيها شوي يعني بيها شوي بتتلحق ولا ندفه طب روح جمل تلحق تأخرت والله جي جي اسطورة والله اسطورة هذا جيم مش للتاريخ لا ابو موزي هذا والله ان شاء الله تكونوا بس تعلمتوا هي طلع والله جماعة ستريم سنايب انوب منكم انت الله يفضحها انت هذا هو اللي فجر السيارات كلها هذا بس كان عجبه قاعد يفجر سيارات بس ولا بيساوي شيء هذا بس مهمته انه يفجر سيارات اخوه القواد بس والله السلام عليكم هلا حج سلام والله حرام والله جد انه حرام والله حرام ولا مش حرام يا سريكي والله العظيم حرام اقسم بالله وعز امي حرام ما يا حرام ايش صاير هو شو صاير معكم داري يا زلمه والله شيء بس جيم للتاريخ تعدينكم بس والله حرام والله ابو التميمي منور لايف يا حياتي قديش بحبك يا جبريل تيكو اخوي شو صار معكم معاها انت مع مين ومع مين معكم معاها لا صدى لطريق مسدود ما اتفقتوا خلص كل واحد بين كل واحد بين الطريق سيد سلام منور والله انا كفو ما صار علمتهم شو سلطة الوحش زموك منوب يا زلمة سأل دينك محمد نبيل سأل واحد ابو يتجوز واحدة عشان يحبها ولا عشان يتجوزها هي بتقول بتغير تجوزها وانا هي وقلت عشان احبك عشان اتجوزك مش جنون تتجوز كنت بدك احبك ما حبك ما نتجوز لي طب زيكو هسه هي قديش هي كانت تموت عصور مايتك ما هي كانت تموت بس الله ما بدري شكله عندك جواب حد ما كانت بريضة غدير كانت تقول ثلاثة تجوزها هو ترى أقول لك سوالف بينه وبينكو بس تجيبوا سيري لحدا والله زيكو بنطمع فيه ترى كان طبعا فيه هنا على وراك
جيجي عليك بعدين. خلاص جيت انا. يلا باي. وين رمحاوي؟ وراك امسك ورا وانا قدام. ماشي يلا روح. ورا من قدام طلع ورا شو صار؟ فرق بيني ما. لا. فرش ما كذا. كنا واه احنا راح نتبكس هذا القام عنده اساس. صح في نيد نيد عندك نيد عندك. ذيك واحد جاي من هون. ذيك وجهك ذيك وجهك. قول لي ذيك وجهك. اه دوس دوس. فاك تقع. اسمع خليني. وقت قاعد ثلاثه المفروض له بس سواء بين هذا تعدينا والله ما فرم تدري هذا تشوف فلله هاي النطه نطت لفوق طبعا والله ما كنت شفت ولا امس منه اثنين لا والله والله صادق حاويات حاويات نط حاويات ها يلا صح في ناس من هالرياض بعدهم معنا هذول ما تعلم ولك غدير استاهل والله شباب كبسوا كتكوت المسكين مشاهد بحسن كتكوت هذا تقدر تجيب حساب ثاني وتلعب عادي يا اخوي ليش مصر تعاقب لا انا بلاقي وش انا حكيت له مع الشركه ولا تلعبوش مع هاكرات لا الله الغدرات وين الركب بس كفى نجيك والله ابو عريب اذا ما بعرف كم واحد من هو يا زلمه غدره والله غدره كم واحد صوت ثلاث انا حكيت مع الشركه يعني انتهى الموضوع زحظ عند الشباب قلت لهم بحاسبكم دم لو ما رجعت حساب كتكوت اليوم وانتهى يلا باي منو منو وشو ردوا عليك قالوا لك هاي واحد فوق واحد فوق والله ما ضلت شو اسوي انا معك 50,000 هيد شوت في راسه يلا باي سبعك هذا هو اللي انا مدمجه يا زيك طيب هيو هذا ورا واحد فيه ثلاثة اكثر من شو عمل يعني شو نصوت معنا البعبع ثانك يو شو هذا جون ويك ابو عريب معاك دم هيلك؟ لا بضرب باندج انا عم بضرب باندج بضرب بضرب اخوي هي هي انبشوا ها ابو عريب عندي اه تقدر ترجع لعندي على الهانجر لاحظ لا لا في عندي ناس ما هم بشوا لي ابو عريب لا هاي وضل اللعن تعريس يا الله العجب كيف هذا ولا كيف بيعرف ها ميكس هذا مين ميكس انسى انسى خلص انسى ويلكم باك ويلكم باك زوجو تطوليش علي يلا باي
والله مهنة الرقص صعبة. تخيل بعز البرد تلبس رقص وترقص. الله يب... والله يا عمي الله الرقص صعب اقسم والله والله الشغل اسمه تعب. الشغل مش عيب. تحياتنا للأخ سوريكي. والله ليش؟ والله ايه صار ساقط والله ساقط صاير. والله بس في السلطة بحكي معك كون شو اليوم؟ لا والله ايش بحكي والله بدك هسه الفجر هاللاي تعرف مين لازم تجلد. سوريكي شو رأيك بتبنيدة كتكوت؟ بتبنيدة ما مبينة 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 سيدي. احكينا شو المبينة؟ عبد الملك يزن وهشام وغيث واحمد مشكورين على اللايكات. شو اللي مبين فيها ممكن؟ طب اشرح لنا. يعني جاي عليك بقول لك سوريكي فلاش وهكر مبين انه اللي ينفع. لو بلعب مع هكر ببلع اسبوع صح بس بلع 10 سنين. ثواني اجيب التليفون. الو ايش الوضع؟ شو الوضع؟ كيف غير صوته سوريكي؟ شو الوضع؟ اي فادي هذا ببعث فويس لحبيبته حبيبي خالتك حبيبتي ببعث لها. يا جبريل سارة ومريم في قناة يا مارا. ففهمت علي شو بقول لك يا مارا؟ يعني انت ابن خالته؟ لا انا حبيب الخالته. هون فرطتني الجواب اقسم بالله هذا الجيم ما حدا باخذه مني لو بدي اموت يا زلمه. راح الغد علي ما دين لازم تعوضنا 100 ليره بالسنه بدل شو ابغى افوت شريك معي بعرف